مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده الفاينل الثاني من هنا الشباب، بعد ساعه تقريبا من الان هنكون مع ثلاث مشروعات هتتنافس على تاني فاينل في تاني شهر لمسابقه هنا الشباب، وده الفاينل اللي بيبقى فيه خمسه من المحكمين. هنشوف مين اللي هياخد جايزه هذا الفاينل وجايزه البنك ال 100,000 جنيه ويتاهل للجراند فاينل. لكن خلونا نبدا من الاسماعيليه، حيث يواصل السيد الرئيس لقائه بالشباب ومؤتمر الشباب اللي بقى بيعقد على شكل دوري، ابتدى بشرم الشيخ ثم القاهرة ثم بعد كده ذهب إلى الصعيد إلى أسوان، وبعدين النهاردة بمناسبة أعياد 25 إبريل هذا المؤتمر الآن في الإسماعيلية، والرئيس بيحب يعني الرئيس بيجمع كل مجلس الوزراء وبيقعد مع الشباب، والحقيقة إن هم مش شباب فقط، بيبقى ناس من مختلف الأطياف وبيتكلموا معاه. هذا الحقيقة المؤتمر أصبح مساحة حوار مفتوح بين الرئيس وبين الحكومة وبين المجتمع كله، سواء شباب أو غير شباب. خلونا نسمع جزء من ما يقوله السيد الرئيس الآن على الهواء، لكن أظن أهم كلمة قالها النهاردة في منذ بداية هذا المؤتمر هو كلامه عن الإصلاح الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي كان ممكن عادي جدا إن هو ما ياخدش هذه الإجراءات، وكان ممكن يكون ألطف وأسهل وأيسر بالنسبة له ألا يتخذ هذه الإجراءات، لكن قال جملة الحقيقة معبرة جدا، لكن إحنا اخترنا إن إحنا ناخد الإجراء الصعب لأننا مش هنقعد على خرابها، يعني مش هنقعد نستنى بلدنا لحد ما تخرب وبعدين نقول أصل إحنا خفنا ناخد إجراءات الإصلاح. وأشار للسيد وزير الداخلية اللي قال إن هو قال له بلاش ناخدها، يعني ناخد هذه الاجراءات قبل 11 11، خلينا نعدي كده لحسن الناس تنزل في الشوارع. فالرئيس قال ورد عليه وقال له الحقيقه ان احنا مش هنخدع الناس، هناخد الاجراءات لانها الاجراءات اللازمه، وبالفعل اتخذت هذه الاجراءات يوم 3/11 او 3 نوفمبر الماضي. خلونا نسمع اجزاء مما يقوله الان على الهواء السيد الرئيس في لقائه بالاسماعيليه، ونرجع نتكلم على شيماء اللي وقفت قدام الرئيس وقالت له شمال سيناء يا رئيس احنا مش ارهابيين. ناس كتير يعني يتضايقوا منه، مش عايزين نواجه حقيقتنا ونغير واقعنا ونبني بلدنا ونصبر لما نبنيها. ونسمع ساعات كتير ناس تتكلم، هو دي الحقيقه اللي لازم عايزين تفهموا الحكايه. الحكايه كده، الحكايه ان دخل مصر كله كام؟ موازنتها كام؟ الموازنه دي حتى على فرض الموازنة دي كلها ما بيصرف، لا تصرف على مصر. بقولها لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، حتى لو كانت الموازنة تريليون جنيه، حتى لو كانت تريليون جنيه، تريليون جنيه يعني كم مليار دولار؟ 60 70 مليار دولار. هقول لكم على في دول عدد سكانها اقل مننا يمكن بالعشر، ومش عايز اقول اقل من كده، موازنتها اكتر من الرقم ده. فعشان كده بقولنا مش هنبيع الوهم للناس، ولازم نغير الواقع بتاعنا، ولازم نبني ونعمر ونفضل نشتغل نشتغل نشتغل، عشان الفقير ما عندوش غير الشغل والصبر. الفقير ما عندوش غير الشغل والصبر، والمفروض بقى ان اللي موجودين كلهم يبقوا يعني بيتحلوا بده بأمانة وبإخلاص، محدش بيفكر غير كده. أنا بتكلم على الغالبية. فإن كنت بتكلم على سوق الخدمات، أنا بقول لك وأنا قاعد هنا أهو، لا سوق الخدمات مش في كل مصر. ليه في كل مصر؟ كلام صعب، مش كده؟ عشان إحنا غلابة. عايزين ترضوا بغلبكم؟ أنا ما برضاش بالغلب. وانا عارف ايه اللي بيتعمل في مصر وانا موجود معاكم، عارفه كويس مشروع، وعارف ده هيعمل ايه في بلدنا. هيعمل هيغيرها امال ايه، هيكبرها امال ايه، هيديها فرص استثمار امال ايه. بس نصبر ونستحمل، وبرضه بقول تاني
لكل مزايد وحاقد ومش فاهم، احنا مش هنبيع الوهم لشعبنا، مش هنبيعه، احنا هنبني بجد، هنعمر بجد، هنعلم بجد. اللي نقدر عليه هنعمله، واللي مش هنقدر عليه هنقول ما نقدرش نعمله. ربنا يقوينا كلنا. كلية الهندسة، لا احنا نظبط المعامل بتاعت كلية الهندسة من تحيا مصر على طول. حاضر، ما تزعليش استاذة رقية. وبرضو نراجع مع المحافظة ازاي نحسن الخدمات اللي موجودة. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. هناخد جولة تانية سريعة، ومرة تانية بدعوكم ان احنا نستثمر وجود السيد رئيس. اذا مش هنبيع الوهم للناس، اظن ان دي اهم جملة بيقولها الرئيس دايما، ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية، لكن هو قال في اول الكلام ان هذا الامر الاقتصادي، الازمة الاقتصادية هي ازمة عارضة وعلينا ان نتغلب عليها، وانه الفقير ما قدموش غير الصبر والشغل، وان هو غير راضي بالحال اللي هو فيه الوضع الاقتصادي، وانه مصر عن طريق مجموعة من الخطط ومجموعة من المشروعات ان احنا نخرج من هذه الحالة. الحقيقة انه اظن الكلام ده بيشرح وضع اقتصادي صعب، لكن المهم هو ازاي هنقدر نتغلب على هذا الوضع، وهو ده اللي بيحاول الرئيس ان هو يفهمه للناس بكلمات بسيطة، ومعاه طبعا السادة الوزراء. خلونا نسمع شيماء. وشيماء الحقيقة سيدة مصرية من شمال سيناء، سألت السؤال الأولاني للرئيس وقالت له أنا زعلانة إن شمال سيناء لا تذكر إلا في معركة جبل الحلال، لا إحنا مش إرهابيين، إحنا بنعاني معاناة شديدة جدا في الحياة في شمال سيناء، إحنا اللي وقفنا أيام الاحتلال، إحنا مش إرهابيين يا رئيس. نسمع ما قالته شيماء ونشوف رد الرئيس عليها ونرجع تاني. انا بعتذر عن اللي هقوله، بس انا النهارده زعلت لما لقيت ان اتذكر اسمها ليا والسويس وبورسعيد وما اتذكرش شمال سينا في الفيلم التوثيقي اللي اتعمل. كل اللي اتذكر لشمال سينا محاربه الارهاب في جبل الحلال، يعني احنا برضو ارهاب. احنا بنوصل الصوره الحقيقيه خارج الاعلام ومحدش بيساعدنا على ده. كل اللي اتشبهنا بيه النهارده في الفيلم التوثيقي محاربه الارهاب في جبل الحلال، وده زعلنا. احنا مش ارهاب، والله ما هي ارهاب، الارهاب من كل المحافظات. احنا وربنا لوحده اللي يعلم احنا عايشين ازاي، ربنا لوحده هو اللي يعلم. محرومين من المواد التموينيه انها تعدي الا بتفتيش، وبتقعد بالثلاث ايام على المعديه. احنا كمان بعربياتنا رايحين جايين، بنقعد باليوم وبالاثنين وبالساعات على المعديات، وحضرتك عارف ده لان الكوبري مقفول والمعديات مقفوله. المواد حتى بتاعت البناء، احنا قايمين بمشروع تحت رعاية صندوق تحت مصر، تحيا مصر، وبشكر تحيا مصر من هنا بانه جمعية الأورمان متكفلة بعمل 500 بيت في مركز بير العب. احنا المواد بتاعت البناء بندخلها بالعافية بالعافية يا فندم، والله بندخلها بأمر من المخابرات، مكتب المخابرات، إذا كان في شرق التفريعة أو في اسماعيلية. احنا عايزين تسهيلات، تسهيلات لحياتنا، مش عايزين اكتر من كده. سهلوا لنا حياتنا شويه، سهلوا لنا طريقنا، سهلوا لنا المواد اللي بتغذينا، سهلوا لنا المواد البناء، خلينا ننمي. مش هتحارب الارهاب، والله والله ما هنحارب الارهاب الا بالتنميه، والله ما هنحارب الارهاب الا بالتنميه. مش هنحاربهم بالرصاص لانهم خفافيش ما بيظهروش. اهدي يا شيماء. شكرا يا شيماء. بجد يا ريس احنا لا الموضوع مش، بصي الموضوع مش هيحدده حد غير الدولة. الدولة هي اللي بتقدر الموقف ده. بس أنا عايز عشان إحنا الأسئلة اللي اتقالت ما نروحش بعيد فيها. أنا حبيت أقول لك في الأول ما تحسبيش على مصر. لا يا ريس، مصر فوق راسنا. اسمعي بس، اسمعي. من فضلك استريحي، استريحي. ما تحسبوش على مصر إن يعني لو في سقطة من إعلام أو كده ده بيعكس المعنى والفهم للمصريين عما يحدث في الدولة. لا، ساعات الموقف يبقى ضاغط على الناس نتيجة يعني كرد فعل يعني، لكن ده مش معناه أبدا ان هو بيتهم، وانا مش بدافع عنهم، بس بقول بلاش تفهموا ان ده حتى لو كان من قناة خاصة مقصود بيه إساءة لكم. دي حاجة. الحاجة التانية، محدش هيقدر يعني لو كنا هنخلي لا قدر الله كنا عملنا الكلام ده
ايام ما كان في حجم ضخم الموضوع في نهايته. الحمد لله طبعا صحيح. فانا عايز اقول الموضوع في نهايته واللي بيحصل ده هو عبارة عن يعني محاولة للتشبث بان الموضوع لسه ما انتهاش. فبداية ما تزعليش مرة تاني، ولا حد من اهل سيناء يزعل ولا اي حد من المصريين يزعل. انه باقي الجلسه معظمها الرئيس بيرد على ما قالته شيماء فيما يتعلق بالتنميه، وزير التموين طلع يتكلم على السلع التموينيه الموجوده في شمال سيناء، وزير الاسكان، يعني الحقيقه انها اثارت جدل مهم جدا حول شمال سيناء. انا بس عايزه اقول انه الفيلم ده لا علاقه للاعلام بيه على الاطلاق، اللي اتذاع ده فيلم مجهز من مؤتمر الشباب، فملوش علاقه الفيلم التوثيقي على الاطلاق، لا بقناه خاصه ولا بقنوات عامه، يعني ده فيلم مجهز رسميا من الأجهزة الرسمية. خلونا نسمع ما قاله ما يقوله السيد الرئيس الآن ونرجع دي. 6/18 هيتعمل، هيكون خلص يعني، هو بيشتغل دلوقتي. ما انا قلت مش عايز اقول كل حاجة برضو صحيح، يعني هتلاقي بياخد كل الفوسفات ده، مش هيصدروا بقى فوسفات، لا ده لا ده قيمة مضافة كاملة. خدت بال حضرتك؟ 30/6/18 اكبر، مش كده؟ طيب انا هدي فرصه للسيد وزير الصناعه والتجاره يتكلم على الثروه المعدنيه، وانا هعلق عليها تعليق صغير كده عليها يعني. اتفضلي حضرتك. هو شكرا سيد الرئيس. طبعا في جزء باستثناء الرقم، يعني في جزء من اللي انت قلتيه انه هل حاليا بن حجم صادراتنا للفوسفات بسعر اقل؟ مظبوط. ده سببين. نمره واحد انه ما عندناش جهه تسويقيه تنسق ما بين الشركات، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، نعمل شركه بيع بحيث انه الفوسفات اللي يطلع من مصر يطلع بسعر معين منافس للسوق. الشق الثاني اللي انت برضه لازم تعرفيه، إذن الوزراء بيحاولوا يردوا على أسئلة الشباب. ربما أهم جملة أيضا قالها السيد الرئيس غير أهمية الإصلاح وأنه لا يمكن أن نخدع الناس، لما تسأل على موضوع تعيين أوائل الخريجين، والحقيقة الجملة دي كانت جملة مهمة جدا بالنسبة لي. أنا شخصيا بهتم بفكرة القطاع العام والقطاع الخاص، أنه قال ببساطة ممكن يكون حقكم أنه يتم تعيين أوائل الخريجين، لكن القطاع الحكومي الآن في مصر به أكثر كثيرا مما نحتمل ومما نحتاج، فأنا مش شايف أن أوائل الخريجين برغم أن هم شاطرين واجتهدوا وكل ده لازم يكونوا موجودين في القطاع الحكومي، إحنا اللي بنحاول نعمله. وهنا بقى ده الفكر اللي أنا شايفة أنه هو مهم جدا ولازم نحطه تحتيه كذا خط، ان احنا اللي لازم نعمله هو ان احنا نوسع فرص العمل لهؤلاء الشباب عشان يجدوا فرص عمل تانية. القصة ما بقتش يا جماعة ان اوائل الخريجين يتعينوا في الحكومة، الحكومة ما بقتش املة، الحكومة احنا عايزين نقلص الجهاز الاداري للدولة، نقلص الجهاز الحكومي، لان هو ده في العالم كله هذا هو الاتجاه. دور الدولة ما بقاش تعيين الناس، دور الدولة بقى فتح شرايين الاقتصاد في البلد وفي الدولة علشان القطاع الخاص يشتغل وعلشان يوفر فرص عمل. الأهم الآن هو القطاع الخاص، إن احنا نوفر له المناخ عشان يشتغل ويوفر فرص عمل، مش إن أوائل الخريجين يروحوا يشتغلوا ب 400-500 جنيه ولا حتى 1000 جنيه. أنت المفروض يكون عندك طموح أكبر، طموح أكبر إنك تاخد مرتب أكبر في القطاع الخاص، لكن فكرة انك عايز تتعين في الدولة دي بقت المفروض خلاص ندوس عليها زرار ونعمل لها ديليت تماما تخلص. واظن ان الرئيس كان واضح في الكلام ده وما تحكش على الناس، ما قال لهمش لا ايوه صح انا هعين اوائل الخريجين، لا الحقيقة انه هنا هو ما تحكش على الناس وما قال لهمش انه هو هيعين اوائل الخريجين. النهاردة كمان كان في فيلم تسجيلي الحقيقة احتفالا بأعياد 25 إبريل، وفي الرئيس بعد هذا الفيلم ده كان فيه عدد من يعني من هم أحياء من الفدائيين اللي جهدوا في سيناء، ونهاردة الرئيس استقبلهم وحياهم وقبل رؤوسهم، منهم سيدات الحقيقة كانوا يعني بيعملنا كمجاهدات، وحياهم الرئيس، وكانت تحية منهم الشهيد الحي
اللي بيقبلوا الرئيس دلوقتي بيحتضنوا. يعني الحقيقة المشاهد مؤثرة جدا لكل الناس، اللي شباب جيل كبير لا يعرف يعني ايه وطن يروح منك، ولا يعرف يعني ايه احتلال، ولا يعرف يعني ايه يبقى في قلبك عدو. خلي بالكوا العدو اللي جوانا ده في النهاية صحيح يعني، بس هو عايش معانا، جزء منه ينتمي لهذا البلد للأسف. لكن لما يكون بيدنس أرضك عدو تاني إسرائيلي، ويفضل الإسرائيلي عدو مهما يعني مضينا معاه اتفاقيات سلام، لكن يفضل هذا العدو اللي كان واخد من أرضك جزء، واخد من أرضك مكان، ومحتل هذا الأرض، ده بيكون العدو الحقيقي، ودي بتكون المعركة الحقيقية. يعني أتمنى أن الفيلم ده يعاد إذاعته كثيرا، اتفرج عليه جيل لا عرف يعني ايه احتلال، ولا عرف يعني ايه نصر، ولا عرف يعني ايه هزيمة، ولا عرف يعني ايه معركة، ولا عرف يعني ايه فدائي. خلونا نشوف التقرير الجاي. خمسة وثلاثون عاما مرت على تحرير سيناء، ففي مثل هذا اليوم 25 من أبريل من كل عام تحل ذكرى تحرير أرض الفيروز من الاحتلال الإسرائيلي عام 1982، حيث رفع العلم المصري على مدينتي رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوبها، عقب انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها بعد احتلال دام 15 عاما. نضال المصريين نحو تحرير أراضي سيناء بدأ منذ اللحظة الأولى لاحتلالها عام 1967 عبر حرب الاستنزاف والتي أنهكت العدو الإسرائيلي. استدعاني الرئيس جمال عبد الناصر وكان لقاء مثمرا تم فيه القيادة السياسية عزم مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة والعمل على إزالة آثار العدوان. اكتشفت ان في هدف موجود في نفس المنطقة امام السواحل، اتعاملت معاه وضربت اول صاروخ، جاء في الهدف اصابة مباشرة، حدث انفجارات كبيرة جدا. تم انشاء خنادق للفرق المشاة في الجبهة تكفي لنصف مليون مقاتل. ثم كان العبور في حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973، والتي أرغمت إسرائيل على القبول بالسلام حلا للنزاع مع مصر. الأداء يوم 6 أكتوبر كان أداء رائعا، وكان ملتزما بالتخطيط، وأود أن أقول أن التخطيط كان يشمل التفاصيل الدقيقة جدا، ماذا سيفعله كل جندي. رحلة السلام بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارته إلى إسرائيل عام 1977، حيث تويت الزيارة بمعاهدة بين البلدين عام 1979 استردت بمقتضاها مصر كافة أراضيها المحتلة. وبعد 35 عاما على استرداد سيناء من يدي المحتل، لا تزال أرض الفيروز مسرحا للحرب، حيث تخوض القوات المسلحة الباسلة معارك شرسة ضد الإرهابيين فيها عبر عمليات عسكرية كبرى تستهدف تطهير كل شبر في سيناء من الإرهاب الأسود لمواصلة التنمية فيها. هشام الرباط، هنا العاصمة. الدول ما بتتبنيش بالسهل ولا تقف على أقدامها يعني بأمور هينة. إحنا مرينا بصعوبات كثيرة جدا وبنمر بصعوبات أكثر، ولكن زي ما عدينا هزيمة وقدرنا أن إحنا ننتصر وقدرنا أن إحنا نعدي، بالتأكيد هنقدر أن إحنا نعبر هذه الأزمة التي نمر بها. خلونا نرجع مرة أخرى ونسمع ما يقول السيد الرئيس في مؤتمر الشباب. للفوسفات اللي انت تحدثت عليها حضرتك، صحيح احنا بنصدره وبنتنافس على تصديره بما يترتب عليه ان هو ينخفض سعره، علاوه على ان الجوده فيها مش كلها زي ما احنا عايزين، لكن احنا قلنا مشينا في طريق تاني. الطريق التاني ده صدقيني كان اي حد، اي حكومه، اي دوله زي مصر او اكتر منها
تاخد عشان تعمل المصنع اللي بتكلم عليه ده تاخد يا 7 سنين يا 9 سنين، يا 7 سنين يا 9 سنين. انت بتعملي خطوط لنقل الغاز للاماكن دي، بتعملي خطوط لنقل الكبريت السائل للاماكن دي، بتعملي محطة تحلية مية للمصنع ده، بتعملي محطة كهرباء توصليها للمصنع ده، ثم تعملي مينا على البحر الاحمر عشان ينقل الفوسفات من المهاجر او مناجمه ويجيبها وبعدين يتعمل فيها الكلام ده كله. اي حد وانا مش مبالغ يقدر يعمل المشروع ده في 7 سنين. انا هقول لحضرتك في مشروع في السخنة من قبل 2011 مش كده، انا مش هقول اسم صاحبه عشان ما يصحش يعني، لغاية وانا بكلمك النهاردة ما جابش التمويل بتاعه من هيئة التمويل الدولية. ما هو المشروع ما بيتعملش الا باموال، الاموال دي اما من الداخل او من الخارج، ومن الخارج افضل. نرجع بس للمصنع اللي قلت لكم عليه ده اللي بقول في 30/6/18 يكون خلصان، وانا اصريت ان كل حاجه وعدتكم بيها تنتهي امتى؟ 30/6/18. المزارع السمكيه، المزارع الحيوانيه، الصوب، شبكه الطرق، كل موضوع انا وعدت بيه ان شاء الله في 30/6/18 يكون خلصان ان شاء الله. فبقول تاني كان اي حد ممكن يعمله، ودولة الرئيس يرد عليا في ده، وهو راجل يعلم كويس قوي يعني ايه، ويمكن سيد وزير الصناعه والتجاره يفهم ده كمان اكتر، يعني ايه اعمل مصنع تقريبا في 2.5 سنين مش كده؟ 2.5 سنين. مين ده؟ الكلام ده مش ينطبقش على ده بس، لا، اخر السنه دي احنا في مصنع اسمنت خلص في 1.5 سنة 6 خطوط عشان نزود الطاقه ل 20 مليون طن، عشان الناس اللي بتشتغل في الموضوع تعرف ان احنا جادين في السيطره على اسعار الاسعار في مصر، سواء كانت الاسعار دي سلع او حاجه تانية، بس الحاجات دي ما بتخلصش كده يعني. لو معايا وسيله تخلصها في شهر او 2 طبعا هتاخر ليه. ما اعرفش الاسم بتاع الاستاذه هناء صح ولا الشرباجي، مها الشرباجي، معلش بتكلم على دعم المشروعات. احنا يعني اطلقنا المشروع بتاع ال 200 مليار لدعم الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه ب 200 مليار جنيه، وده ماشي، وخلي بالك الفايدة بتاعته 5%. أنا مش هقول على التجاوزات عشان ما يصحش أقولها في على الملأ، هو إيه اللي بيحصل أحيانا، لأن الأصل إحنا نتكلم على الجيد والصواب، لكن لو في حاجة مش مظبوطة ما نتكلمش فيها. لكن عايز أقول لك ده موجود عندنا، ولو نحط ده جنب اللي بتتعمل وزارة الصناعة والتجارة، مدينة الأساس، مدينة الجلود، مدينة السجاد بعد كده اللي احنا بنعملهم الهدف منها ان انا لا، والمناطق الصناعية مش كده برضو ولا ايه؟ طب اديك فرصة تتكلم عنها برضو عشان من فضلك يعني، اتفضل. شكرا. زي ما سيادة الرئيس اشار احنا بنحاول نتوسع. احنا طبعا في خلال الفترة الست سنين اللي فاتوا ما حصلش مناطق صناعيه بالشكل الكافي. ارجو ان احنا نشرح لهم، لان اللي بيسمعنا مش شبابنا بس اللي هنا، كل مصر، فنقول لهم يعني ايه منطقه صناعيه باختصار شديد، ويعني ايه الاراضي اللي بتطرح ده تؤدي لايه بعد كده يعني. ثم احنا حطينا في الفكره دي ايه عشان نعظم ونقلل الوقت يعني، بعد اذن حضرتك. طبعا احنا لما بنتكلم عن منطقه صناعيه بنتكلم عن ارض، بنتكلم عن المرافق الخاصه بيها، صرف صحي، صرف صناعي، غاز، كهرباء، مية، كل المرافق دي بنشتغل فيها طبعا مع وزارة الإسكان. زي ما أنا ذكرت في خلال الست سنين اللي فاتوا ما حصلش لأسباب عديدة طرح أراضي صناعية كافية، ده أدت إلى ارتفاع ثمن الأراضي الصناعية. ارتفاع ثمن الأراضي الصناعية بيأثر على نمو الصناعة، لأنه هيبقى الثمن غالي على الناس إن هي تدفع وتحط كل هذه التكاليف
في الأرض، زائد المكن، زائد البنى، زائد كل هذه الأشياء. احنا في خلال السنة اللي فاتت 2016 فقط طرحنا 11 مليون متر مربع من الأراضي. من 2007 إلى 2015 طرحنا 9.5 مليون، يعني في خلال سنة واحدة طرحنا أكتر من اللي طرحناه في خلال التسع سنين اللي فاتوا. واللي احنا بنعمله عشان نسرع وتيرة هذه الطرح، بنشتغل مع وزارة الإسكان، بيبقى فيه توصيل المرافق الخارجية إلى طرف الأرض، وبعد كده المرافق الداخلية عشان يبقى واصلة لكل قطعة مصنع موجود، زائد طبعا الصرف الصناعي اللي فيه. اللي احنا بنحاول كمان الحاجة الكويسة هنا السيد وزير التجارة والصناعة السيد طارق أبيل بيحاول يشرح قضية استصلاح الأراضي والأراضي على المليون ونصف فدان. خلونا نسمع الجزء اللي اتكلم فيه سيادة الرئيس عن تعيين الخريجين، لأنه أعتقد جزء مهم بيكشف عن فكر اقتصادي مهم جدا. تعيينات أوائل الخريجين، يعني عايز أقول إيه؟ كنت ممكن أقول لك حاضر، كنت ممكن أقول لك حاضر، لأن طبعا هو مجتهد واجتهده صحيح. بس أنا عايز أقول لك على حاجة ليكوا كلكوا في القطاع الحكومي في الدولة، حجم اللي موجود فيه إحنا محتاجين يمكن 20% بالكتير، 20% من كتير. تقول لي طب يا فندم، طب ما الناس دي والناس اللي بتطلع كل سنة مئات الألوف اللي بيتخرجوا دول ما لهمش شغل. احنا بنحاول نحل، بس انا عايز اقول حاجة، وانا قلت لكم مرة قبل كده يا مصريين وانتوا بتسمعوني دلوقتي، الموضوع مش انا بس، احنا كلنا. واحنا اتفقنا ان احنا بالنمو بتاعنا ده لن يستطيع احد، لا انا ولا غيري، ان هو يوفر حجم شغل ل 700-800 ألف ينزلوا سوق العمل كل سنة. مين؟ فرصة العمل بكام؟ فرصة العمل بكام؟ يعني عشان ندي نعمل فرصة عمل، حد يقول لي من الشباب حد يعرف فرصة العمل بكام؟ ده لو قلت 100 ألف جنيه، وده رقم متواضع جدا، مش كده ولا ايه؟ متواضع جدا. فرصة العمل الحقيقية كانت قبل التعويم من 100 ألف لمليون، الفرصة الواحدة، الفرصة الواحدة من 100 ألف لمليون، دلوقتي ممكن نقول من 200 ألف لـ2 مليون. طب لو انا عندي 700 ألف، يبقى عايز كام؟ عايز ارقام مش موجوده. احنا وده فرصه، وكلمت فيها على استحياء وبلطف شديد للمصريين، النمو السكاني بتاعنا اللي احنا موجودين فيه ده لن نستطيع من خلاله ان احنا نتقدم بالشكل اللي احنا بنتمناه. اذا فرصه العمل بكام؟ واحنا عايزين، مش محتاجين كل هذا الحجم من القطاع الحكومي، ومحتاجين ان احنا نفتح شرايين الاقتصاد من اجل القطاع الخاص. هنرجع كل شوية نسمع ما يدور في هذا المؤتمر، لكن خلونا ننتقل لباقي اخبارنا. و يعني انا بحيي كل الناس، بشكر طبعا كل الناس اللي يعني ارسلت لنا اعجابها بحلقتنا بالامس عن من داخل الفاتيكان. احنا حبينا ان احنا نوريكم قصة هذه الدولة الصغيرة التي تسيطر على بسلطتها الروحية الحقيقة على 1.3 مليار مسيحي حول العالم. وده محاولتنا للترحيب بالبابا فرانسيس الثاني، يعني الذي يقولون أنه سيقود الثورة داخل الفاتيكان، ثورة الإصلاح داخل الفاتيكان. النهاردة البابا فرانسيس أرسل رسالة مصورة للمصريين، كان دايما بيرسل لنا رسائل الحقيقة في عدة الأسبوعية، لكن مجموعة من المعلومات. أولا هو رفض أنه هو يسير في سيارة مدرعة زي ما كان هناك إشاعات. جريج بيرك أكد لنا وأكد للإعلام الإيطالي في مؤتمر صحفي أنه أننا نشعر بالأمن والأمان ونحن نطأ أرض مصر، وعندنا ومطمئنين تماما للإجراءات الأمنية في هذه الرحلة، وأن البابا مصر على القيام بهذه الرحلة إلى مصر كرسالة سلام ورسالة حوار ورسالة تعزية ورسالة صمود ورسالة لكل العالم يطلقها من مصر. خلونا نسمع جزء من رسالة البابا فرانسيس للمصريين. أحييكم بمودة
وأشكركم على دعوتكم لي لزيارة مصر والتي تسمونها أم الدنيا. أشكر جزيل الشكر فخامة رئيس الجمهورية وقداسة البابا البطريرك تواضروس الثاني والإمام الأكبر للأزهر وبطريرك الأقباط الكاثوليك. شكرا لكل واحد منكم على دعوتكم لي، كما أشكر كل واحد منكم أنتم الذين ستفتحون قلوبكم لاستقبالي. أشكر كذلك جميع الأشخاص الذين عملوا ويعملون من أجل تحقيق هذه الزيارة. أتمنى أن تكون هذه الزيارة بمثابة عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحي الشرق الأوسط ورسالة صداقة وتقدير لجميع سكان مصر والمنطقة ورسالة أخوة ومصالحة بين جميع أبناء إبراهيم وبصفة خاصة مع العالم الإسلامي الذي تحتل مصر فيه مكانة رفيعة. أتمنى أن تشكل الزيارة هذه أيضا إسهاما مفيدا في حوار الأديان مع العالم الإسلامي وفي الحوار المسكوني مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العريقة والحبيبة. إن عالمنا الممزق من العنف الأعمى الذي ضرب أيضا قلب وطنكم العزيز يحتاج للسلام وللمحبة وللرحمة. إنه يحتاج لصانع السلام، لأشخاص أحرار ومحررين، لأشخاص شجعان يعرفون كيف يتعلموا من الماضي ليبنوا المستقبل دون أن ينغلقوا في الأحكام المسبقة. إنه يحتاج إلى بناة جسور للسلام والحوار والأخوة والعدل والإنسانية. أيها الإخوة المصريون الأعزاء، شباب وشيوخ، نساء ورجال، مسلمون ومسيحيون، أغنياء وفقراء، أعانقكم جميعا بمودة وأطلب من الله العلي القدير أن يبارككم ويصون بلدكم من أي شر. من فضلكم صلوا لأجلي. شكرا وتحيا مصر. شكرا وتحيا مصر. هذه كانت رسالة البابا فرانسيس للمصريين، للشعب المصري، قبل أن يأتي إلى أرض مصر المباركة التي كانت يعني التي استقبلت السيد المسيح في القرون الأولى. معي على الهاتف أنبا يوحنا قلت نائب بطرك الأقباط الكاثوليك في مصر. أنبا يوحنا مساء الخير. طيب خط قطع، لكن الحقيقة انه رسالة البابا فرانسيس لمصر والمصريين هي رسالة شديدة الأهمية، رسالة شديدة الحب. يعني الحقيقة انه هو قادم بيتكلم على رسالة سلام، رسالة حوار مع الإسلام ويمثله الأزهر، وعنده اجتماع وسيطلق من في هذا في هذه الزيارة اللي هتكون يوم الجمعة ويوم السبت بإذن الله. هيطلق الحوار، هيطلق مؤتمر للسلام منه هنا من مصر. رجع لنا الأنبا يوحنا قلت مرة أخرى. مساء الخير يا أبونا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ويعني هذه الرسالة الرائعة اللي سجلها البابا فرانسيس، يعني كيف استمعت إليها؟ قرأتها أكثر من مرة لأني أعرف القداسة البابا وتقابلت معه كثيرا في روما. عنده حب غير عادي لمصر. ده حقيقي. ولشعب مصر. أقول لحضرتك السر إيه؟ إيه السر بقى؟ كل ما يبص من الشباك يلاقي المسلة المصرية في قلب الفاتيكان. المسلة المصرية أمام كنيسة القديس بطرس في قلب الفاتيكان. واخد بالك؟ فيتذكر طبعا مصر وحضارة مصر. الرسالة تفيد محبة للشعب المصري وتفيد محبة واحترام للسيد الرئيس.
والقداس البابا من يوم ما أخذ جلس على هذا المنصب وهو يدعو إلى أمرين. الأمر الأول البسيط، فليكن اللا عنف سبيل الحياة وسبيل العلاقات الإنسانية، اللا عنف. اثنين، فليكن الاقتصاد في خدمة الشعوب وليس العكس، وليست الشعوب في خدمة الاقتصاد. فالرسالة واضحة انه داع للسلام جاء الى ارض السلام ليدعو الى المحبة والتضامن والحوار. طيب جدول الزيارة بقى، ومعلوماتنا انه رفض انه يركب السيارة المدرعة وقال لك لا انا امن في مصر التي يعني امنت السيد المسيح هاربا هو وامه من الاضطهاد، فيعني كيف لا امن. وبالتالي يعني دي كانت رسالة ايضا واضحة انه هو يشعر بالامن والامان رغم كل التهديدات وكل التخويفات، كل التهديدات التي كانت ضده. يا سيدة الفضلة، مصر وطن عرف من 7000 سنة أنه ليس وطنا عدوانيا. مصر لم تشعل حربا هجومية من منذ 7000 سنة، كان حربها دائما دفاعا عن الحدود، دفاعا عن أتراب الوطن، والعالم يعرف ذلك جيدا. لا تنسي عبارة نابليون بونابرت في آخر مذكراته عن الحملة الفرنسية قبل أن تكتشف أمريكا، إن مصر أهم بلد في العالم. نعم. ده كلام نابليون مش كلامي أنا. أنبا يوحنا، جدول الزيارة أعلن عنه الفاتيكان، قول لنا أهم معالم هذا الجدول. سيأتي يوم الجمعة تقريبا ظهرا، سننتقل من المطار إلى طبعا تحية الضيوف، تحية الزائرين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى سيقابل السيد الرئيس في الاتحادية، ثم الشيخ الأزهر الطيب، ثم البابا تودروس، ثم يعقد اجتماعا قداسا يوم السبت، يعقبه اجتماع مع أبناء الطائفة الكاثوليكية، ثم يعود إلى سالما إلى روما. أظن أن هيكون هناك ما يشبه مؤتمرا للسلام سيطلق. نعم. يعقد الأزهر مؤتمرا عالميا للسلام، دعا إليه البابا فرانسيس، ودعا إليه البطريرك الروم الأرثوذكس، أظن اسمه ديمتريوس إن لم تخن الذاكرة. كأنه سيكون، عارف حضرتك وراء هذا إيه؟ مصر بتقول للعالم علمنا العالم الإيمان قبل الأديان الموحاة، وآمنا بالله الواحد على يد إخناتون قبل الأديان، وسنعلم العالم أيضا كيف يكون التعايش بين الأديان. هذه رسالة مهمة جدا، وإحنا طبعا سعداء جدا بزيارة قداسة البابا فرانسيس لمصر. يعني هذه الزيارة رمزية جدا في أساسها، أنه يصر على هذه الزيارة رغم الأحداث الإرهابية التي ضربت الكنائس المسيحية. هو يصر، وأنا لما كنت في الفاتيكان الحقيقة وقعدت مع سكرتارية البابا ومع الكاردينالز ومع كل المحيطين به، هو فعلا عاشق لهذا البلد، فعلا بيحيي مصر في كل عظة تقريبا بيطلع يتكلم فيها عن الناس، بيحيي مصر والمصريين. اثنين، هو بيصر على أن يأتي ليس فقط للتعزية ولكن كرسالة وحدة بين المسيحيين، وزي ما احنا زي ما سمعنا من الأنبا يوحنا، هو احنا بنتكلم على المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس والروم الأرثوذكس، يعني احنا هنعمل حوار مسكوني اللي هو ما بين كل الطوائف المسيحية، إلى جانب الحوار بين الأديان
الحوار بين المسيحية والإسلام أو بين الإسلام والمسيحية، ده حوار مهم جدا كان قد انقطع في عهد البابا بنديكت لخلافات بين الأزهر والفاتيكان. الآن البابا فرانسيس الذي قبل أقدام المسجونين من المسلمين، الذي قبل أقدام المهاجرين، يفتح الحوار من جديد. كانت هناك زيارة طبعا الإمام الأكبر مولانا شيخ الأزهر للفاتيكان من قبله، دي كانت أول زيارة لشيخ أزهر للفاتيكان، وكان أيضا هناك زيارة للرئيس السيسي للفاتيكان من قبله. هذه ليست أول مرة يلتقي الرئيس السيسي والبابا فرانسيس. إذن يعني تستقبل مصر مرة أخرى أو تستقبل البابا فرانسيس يوم الجمعة المقبل، وطبعا هنكون معاكم هنتابع معاكم كل تفاصيل هذه الزيارة الهامة جدا التاريخية. خلونا نذهب إلى الأزهر وقانون جديد أو مشروع بقانون في مجلس النواب، يعني نحاول نحن نتعرف على تفاصيله. هذا المشروع قد يثير الكثير من الجدل ما بين الأزهر وهيئة كبار العلماء وبين أيضا مجلس النواب. نسمع من النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب المتقدم بهذا المشروع ومعه 60 من النواب تفاصيل هذا المشروع ويعني أهم ملامحه. سيادة النائب مساء الخير. أستاذ نور أفندم أهلا بحضرتك. أهلا بيك. لو تقول لنا أهم ملامح هذا المشروع بقانون يا سيادة النائب. هو زي ما حضرتك تعلمي أن قانون تنظيم الأزهر 103 اللي كان صدر سنة 61 لم يتم عمل تقييم موضوعي شامل ليه، على الرغم أنه مرت سنوات طويلة جدا من وقت ما الرئيس جمال عبد الناصر أصدره إلى الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. والرئيس جمال عبد الناصر لما حط بعض أفكار في القانون 103 كان ليه أهداف نبيلة، لكن في الحقيقة التطبيق العملي للقانون أظهر مشاكل كثيرة فيما يخص تفريغ الأزهر لدوره الدستوري واللي كان يعني موجود منذ النشأة الأولى للأزهر. خليني أقطعك هنا وأسألك بس، هل فلسفة هذا القانون نشأت في يعني وأنت فكرت فيها نتيجة تكرار الأحداث الإرهابية، كل الكلام إنه الأزهر لا يقوم بدوره أو نتمنى أن يكون هناك دور أكبر لمؤسسة الأزهر في الاعتدال، الخطاب الوسطي، تجديد الخطاب الديني، هل دي الفلسفة الأساسية اللي أنت بنيت عليها هذا المشروع بالقانون؟ في الحقيقة فندم يعني الكلام ده ما هوش صحيح، لاني اكيد حضرتك متابعه انه النداءات باصلاح الازهر ما كانتش فقط في السنوات الاخيره اللي فيها موجه الارهاب اللي بتجتاح العالم دلوقتي، وانما في كتاب حتى وعلماء من الازهر كانت ليهم افكار في تطوير الازهر وطريقه الدراسه فيه، الامام محمد عبده، المفكرين المؤمنين بالحداثه زي طه حسين وغيرهم، كان ليهم افكار محدده في تطوير المناهج وحوكمه اختيار الهيئات داخل الازهر، وكان ليهم الشيخ الشعراوي فيما يخص تفريغ الأزهر لدوره الدستوري كان بيقول أنه القانون 103 شتت الأزهر، لأنه لما أدخل فيه دراسة الأمور العلمية زي الطب والصيدلة والهندسة وغيره دون أخذ من تركيز الأزهر في الدور الأساسي اللي الأزهر أنشئ من أجل. طيب خلينا نتعرف على ملامح أهم أربع خمس بنود أو بأربع خمس مواد في هذا القانون، مشروع بقانون. طيب خلينا نقول أنه هو القانون كان ليه هدفين، الهدف الأول حوكمة اختيار الهيئات العلمية داخل الأزهر وحوكمة طريقة العمل فيه اللي هي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومعنى الحوكمة بمعنى أن يكون في ضوابط تضمن تنوع الفكري والتنوع المذهبي لأعضاء هذه الهيئات، لأن زي ما حضرتك تعلمي كل ما هيكون في تنوع داخل هذه الهيئات كل ما المناقشات اللي هتدور ما بين العلماء بداخلها هينتج عنها تعددية في تناول الموضوعات والأفكار، طبعا في الأمور اللي بطبيعتها وبطبيعة الشريعة الإسلامية بتقبل تعدد وجهات النظر. فكان في نصوص واضحة جدا لأنه تشكيل هذه الهيئات يضمن أنه كافة المدارس الفكرية المعتمدة سواء داخل الأزهر أو في العالم الإسلامي أنها تكون ممثلة داخل هذه الهيئات.
طيب. برضو فيما يخص آليات العمل بيها، كان في نصوص برضو واضحة أنه في الهيئات العلمية دي لما بيتم مناقشة أمر ما ينفعش أن يكون منطق الحسم هو المنطق التصويت، لأنه إحنا بنتكلم عن وجهات نظر علمية، وإذا كان الأمر يقبل اختلاف في وجهات النظر فالواجب في التقارير اللي بتصدر عن هذه الهيئات إنها بتكون بتثبت كافة وجهات النظر اللي تداولت فيه. سيادة النائب خليني أقول لك أنا قريت المشروع بقانون إزاي، ثم أترك الكلام للدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ليرد، لكن أنا قريت إنه جوهر هذا التعديل هو تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر، وهذا لم يكن موجودا من قبل. احنا دلوقتي بنحدد انه في مدة بعينها وتجدد لمرة واحدة، وست سنوات وتجدد لمرة واحدة، والطريقة الأخرى أن هناك طريقة لعزل شيخ الأزهر ونقل العديد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية ووضع اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء في يد رئيس الجمهورية على عكس القانون الحالي. يعني أظن أن هذه هي الأساسيات في القانون. يعني لو حضرتك تفضلتي، في الحقيقة الآليات اللي أنا وضعها في القانون لاختيار أعضاء هذه الهيئات ما زال الاختيار فيها للجهات ذات الصلة أو الجهات المتخصصة، ولما بنقول في النهاية أن الترشيحات بتيجي من الجهات دي والسيد رئيس الجمهورية هو اللي بيعين، ده نفس الوضع اللي موجود حضرتك في القانون القديم. الفرق الوحيد أن بدل ما جهة ترشيح هؤلاء فقط في يعني في يد فضيلة الإمام الأكبر، فبقت في جهات متعددة بترشح أعضاء هذه الهيئات، والجهات دي لو حضرتك تفضلتي ويعني قريتي تفاصيل القانون هتجدي أن في منطق في أن الجهات دي ترشح. لما نقول على سبيل المثال أن وزارة الأوقاف فيها آلاف العلماء من الأزهر الشريف اللي ينطبق عليهم، إيه هي الجهات دي بقى سيادة النائب؟ وزارة الأوقاف يعني لو أنا هتكلم عن أعضاء هيئة كبار العلماء هم 50 عضو، 40 متخصصين في العلوم الشرعية، و10 متخصصين في علوم دنيوية لفلسفة معينة. الـ40 المتخصصين في العلوم الشرعية 20 بيرشحوا عن طريق فضيلة الإمام الأكبر، و5 بيرشحوا عن طريق وزارة الأوقاف، و5 بيتم ترشيحهم عن طريق دار الإفتاء المصرية فضيلة المفتي يعني، و3 بيتم ترشيحهم عن طريق نقابة الأشراف، و3 بيتم ترشيحهم عن طريق الطرق الصوفية. وطبعا كل من يتم ترشيحهم لابد أن ينطبق عليهم الشروط العلمية اللي هي موجودة في القانون القديم زيها زي القانون الجديد. طيب. وفي عدد 4 بيرشحهم المجلس القومي للمرأة، لأني أنا خليت 40 عالم شرعي لابد أن يكون منهم على الأقل 4 من السيدات اللي بينطبق عليهم المواصفات العلمية اللي موجودة في عضو هيئة كبار العلماء. طيب أرجو أن تبقى معي سيادة النائب، هنسمع وجهة نظر أخرى دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. دكتور يعني هل يعني بعد اطلاعك على هذا المشروع بقانون وكلام اللي قاله سيادة النائب محمد أبو حامد، كيف تنظرون إلى هذا المشروع فيما يخص الأزهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا أختي. وأقول أنا كان من الأولى إن إحنا يعني في هذه الليلة الوضاءة إن إحنا نلفت الأنظار إلى مؤتمر السلام العالمي الذي تحدث فيه الإخوة من قبلي، وإن هذا المؤتمر لم يكن باقتراح من البابا فقط، إنما اقتراح أيضا من فضيلة الإمام وفي عقر دار الأزهر، وهذا يدل على إن الديانات هي التي تكافح الإرهاب وتواجه الإرهاب. للأسف نحن داخليا بدل ما نتكلم في هذا ونرى الكاميرات كلها مسلطة على الأزهر في هذه الليلة، نسلط الأضواء على قانون الأستاذ أبو حامد. وقانون الأستاذ أبو حامد بيعطي انطباع على أن في مشكلة بين الأزهر وبين البرلمان، وأنا أعتقد هذه المشكلة غير موجودة إنما يراد لها أن تكون. وأنت بأسلوبك الطيب قلتي أنا اللي فهمته من الاقتراح تحديد مدة الإمام وتفكيك الـ يعني
يعني صلحني لو كان غلط، انا الحقيقه ده اللي انا قريته من هو معرفش صحيح حضرتك. هو الذي لم يريد ان يعرج عليه اخي الفاضل، انما هي الحقيقه هو هذا شخص الامام، ثم تفكيك جامعه الازهر وتقسيم الكليات العمليه، اخراج الكليات العمليه على الكليات الشرعيه، ثم اعطاء حديث عن الامام غير مناسب مع مقام الامام، ان يلام الامام او ينظر او عدم صلاحيته، يعني يعني يعزل. وهذا يعني اعتقد المفروض لا نضيع الوقت فيه، لانه ضد الدستور اساسا. فانا لا ادري كيف سيناقش البرلمان المحترم قضايا الدستور نفسه منعها، ومع ذلك يستهلك وقت الساده الاعضاء الافاضل في مناقشه افكار مثل هذه. اما حكايه اختيار الاعضاء واختيار غيرهم، فحضرته هو بنفسه قال ان دي موجود عن طريق رئيس الجمهوريه. اذا الازهر يتحل وكان الازهر. معلش يا دكتورنا والسيد النائب، انا هتوقف قليلا، حنز اسمع سياده الرئيس وارجع لكم تاني على طول. ثانيه هقول لكم ليه. مش انا بتكلم دايما على ان ربنا اتاح الحريه الناس تؤمن بيه او لا تؤمن؟ الاعظم الاكرم الاكبر اتاح للناس الحريه في اختياره او لا تختاره، وهو هيحاسبهم لان هو اللي خلق. انا بالنسبه لي ما اقدرش اسمح لنفسي ولا اقبل لا لكم ولا ليا ان انا ابقى موجود في المكان ده رغما عنكم. ده مش هيكون، وده كلام مش كلام سياسة. طب ده كلام غريب على الناس اللي بتبقى عايزة تيجي تمسك في الحاجة على طول؟ صحيح غريب، بس انا كده ان شاء الله. لان بالمناسبة اذا كنت انا اقسمت ان انا احترم الدستور والقانون وبحاول اعمل ده، بقول بحاول ليه؟ عشان لا انفي عن نفسي الخطأ والنسيان. لكن المفروض ان انا لا ازيف انتخابات عشان تحت اي اعتبار، عشان ابقى موجود في الـ في الـ في الحكم. لا، انا اقسمت بالله ثلاثة وارجو ان يصل صدقي لو كنت انا صادق. لا 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 لا، ليه؟ عشان ايه؟ شكرا والقرار بتاعكم. بس انتوا يا مصريين، انا بقول لكم من دلوقتي، انزلوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. حق بلدكم عليكم ان انتوا تنزلوا، مش حق انا، حق بلدكم عليكم ان انتوا تنزلوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. يتقال نزل في الانتخابات حضور كبير، نسبه عاليه، العالم كله يتكلم عنها، وقالت لا، اهلا وسهلا. ويا رب في الحالة دي يعني يولي مصر من هو الأصلح والأقدر، لأن أنا بحب بلدي، واللي يقدر يقدم لها أفضل أنا بتمناه، مش أنا موجود يانا يهدها. لا، ده حاجة لا، يعني الناس اللي بتفكر إنها تفضل في مكانها يتهد بلدها، لا، عشان خاطر ال 92 مليون. فاللي سأل السؤال ده صدقني السؤال انا سعيد بيه جدا والله، انا بحلف بالله. واذا كان ممكن يطلع يوم يعني يبارين نفسه بس دلوقتي. لا طبعا، لا طبعا، لا ان شاء الله. وفي هيئه عليا مش كده مسؤوله عن الانتخابات، وان شاء الرحمن الرحيم يعني انزلوا وقولوا ما شئتم ولن تجدوني ثانية واحدة متشبث. أنا متشبث بيكو، متشبث عشانكو. لو أنتوا مش عايزين إزاي يعني؟ لا يليق والله، يعني لا، ما يصحش بالنسبة لي، ما يصحش. أنتوا لما اللي خلاني جيت هنا، أنتوا لما قلتوا لي ما تسيبش ما تتخلاش، بس اللي خلاني تصديت في 3/7 انتوا، خايف عليها. لكن لو انتوا مش عايزين، يا رب يوفق
ويولي مصر من يصلح ويبارك في عمله ووقفوا جنبه اللي جاي إن كان حد ربنا سبحانه وتعالى أراد له كده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك ده عطاء إلهي، مش لحد بياخده من حد ولا حد بيديه لحد. ربنا بيسبب الأسباب عن طريق البشر أو لا. لو زي ما بنقبل، وأنا قلت الكلمة دي قبل كده في مؤتمر بتاع في كان في كلية شرطة مش كده، قلت ليه لما يهب لي أقبل عطيته أو عطاؤه، وليه لما ينزع لا أقبل عطاؤه بالمنع. أنا طيع مع النزع، طيع مع نزعه للملك. خلي بالكم، فاطمئنوا تماما، يعني اطمئنوا إن شاء الله. فنرجع تاني للأسئلة. يعني هنا السيد الرئيس كان بيرد على سؤال ماذا إذا لم تنجح في الانتخابات، يعني ده كان سؤال حقيقة جريء جدا من أحد الشباب، وده كان رد السيد الرئيس، قال أن لن أبقى ثانية واحدة إذا لم يرغب المصريون في بقائي. بعتذر يا سادة سيادة النائب ودكتور عبد المنعم فؤاد عن هذا الانقطاع وهذا القطع في الكلام، وأعود ليك دكتور فؤاد مرة أخرى. بعتذر مرة أخرى. أنا سعيد بكلمة الرئيس ويقول لهم لكم حرية الاختيار، الشعب هو الذي يختار. صحيح. هذا كلام، لأن المسؤولية ليست سهلة، والذي يظن أن المسؤول يريد أن يتشبث بالكرسي إنسان مخطئ، فهي مسؤولية أمام الله أمام قبل كل شيء، الرجل يراعي هذا تمام. وده هيرجعنا لقصة فضيلة الإمام الأكبر. أنا هرجع فيه. إمامنا الأكبر كما تعلمين سعادتك انه لن ياخذ حتى مرتب من مشيخة الازهر. رجل زاهد في المساله، ولكنه يرى ان هناك معركه بين الارهاب وبين واقعنا المعاصر، الامن الوطني والامن السلم العالمي كما تشاهدين من مؤتمر السلام. فهل قانون السيد ابو حامد يعني سيؤدي الى مكافحه الارهاب يوم ان يلام شيخ الازهر او ينظر او يعذر؟ هل مكافحة الإرهاب بقانون الأستاذ محمد أبو حامد سينجحها تفكيك أواصر الأزهر؟ هل قانون الإرهاب سينجح إذا رأينا النظر في أمور الدين المجمع عليها ويقول القانون إعادة النظر في هذه الأمور وإدخال أفكار أخرى ومذاهب أخرى؟ يعني إحنا مذاهب أهل السنة معروفة في العالم. خلينا عشان نحدد. لحظة، انا عايزك تقول لي فيما تعترض او تختلف مع هذا القانون في ايه بالظبط يا دكتور بعد اذنك. القانون اولا يعني يعلو على الدستور في انه يقصد فضيلة الامام، ده رقم واحد. رقم اثنين، يريد ان يفكك الجامعة ويحولها الى كتاتيب. رقم ثلاثة، يريد ان يدخل افكار اخرى ومذاهب اخرى غير مذاهب اهل السنة والجماعة. يعني هل الشيعة يقبلون ان نكون في مؤسساتهم العلمية مثلا؟ نحن مرجعية أهل السنة في العالم كله للأزهر الشريف، فإذا قلت لابد من جميع المذاهب أن تدخل، يبقى معنى كده أني من حق المذهب الشيعي أن يأتي ويدخل. أضف إلى ذلك، أستاذ محمد أبو حامد يريد أن يقول لابد أن يكتب في التقرير جميع الآراء التي عرضت، وهذا يعني عدم الترجيح، يعني نأخذ بالرأي الذي نراه في التقرير، طالما واحد اعترض ممكن نأخذ بهذا الرأي، طالما في هيئة كبار العلماء ولم ينظر إلى الإجماع أو الرأي الأغلبية الذي يقطع الاختلاف. فإذا تركنا هذه الأشياء سيقع اختلاف في الأرض وفساد كبير. إني أنا أخذ الرأي اللي يعجبني اللي هو منهج استفتي قلبك، هذا الذي يريد أن يضعه أخي الفاضل أستاذ محمد أبو حامد. أرجو أن تبقى معي دكتور، ابقى معي دقائق قليلة سيادة النائب أبو حامد لو تحب ترد. يعني الدكتور يعني بيقول أن هذا يفكك الجامعة، بيتعدى الدستور، يدخل أفكار ومذاهب أخرى في غير السنة، غير السنة والجماعة. تفضل. يعني أنا أرجو حضرتك يا أستاذة لميس لو تكرمتي يعني أن تتركي لي الرد زي ما حضرتك تركتي الرد لفضيلة الدكتور. تفضل. يعني بداية تحياتي لفضيلة الدكتور. في الحقيقة لما نتكلم عن قانون 135 مادة أو أكثر ونتكلم عن مادتين من القانون ثم نطرح للرأي العام وكأن القانون كله المادتين دول،
أنا بقول لحضرتك يبقى لعل فضيلة الدكتور ما قرأش القانون، لأن لو حضرتك قرأت القانون هتعلم جيدا أن القانون تكلم عن جميع الأبواب اللي كانت موجودة في القانون القديم وأحدث تغييرات في جميع هذه الأبواب. في مادتين أو ثلاثة بيتكلموا عن فضيلة الإمام الأكبر وطريقة اختياره وطريقة يعني انتخابه عند خلو منصبه وتحديد فترة ولايته إلى آخر ذلك، لكن دول يا فندم ثلاث أربع مواد من 135 قانون. قد يكون حضرتك قرتيهم لأنهم في بداية مشروع القانون، لكن لسه لم تكملي قراءة القانون، لكن أنا متأكد أن القانون اللي لسه منشور النهاردة لما إن شاء الله حضراتكم هتقرؤوه بالكامل وبهدوء هتجدوا أنه معاذ الله أن يكون موجه بأي حال من الأحوال لشخص فضيلة الإمام الأكبر. الأمر الثاني، أكثر واحد هيكون حريص على دستورية القانون هو أنا. ليه يا فندم؟ لأن بمنتهى البساطة لو أي قانون تم تقديمه وكان فيه عطب دستوري، رقم واحد اللجنة التشريعية والدستورية هترفضه، رقم اثنين لما هيعرض على مجلس الدولة هيظهر هذا العطب الدستوري، ثم لا قدر الله لو صدر من البرلمان بأي عطب دستوري بمنتهى السهولة هيروح المحكمة الدستورية العليا كل من يعترض على دستوريته ويستطيع ان هو يسقطه. وبالتالي ما تفضل به فضيلة الدكتور من انه في عطب دستوري وان الامر فوق الدستور، هذا كلام انا بقول لفضيلته انه كلام غير صحيح. ولو فضلته يعني بس يرجع لأحد الخبراء الدستوريين، لأن ده برضو تخصص زي ما العلوم الشرعية تخصص، فبرضو الفقه الدستوري ده تخصص، ويسأل في أي مادة قد يظن أن فيها عطب دستوري هيجي له الإجابة واضحة وضوح الشمس. يعني الأمر الثاني، أنا طارح وجهة نظر أظن أنه الأفكار اللي موجودة فيها كانت متداولة طول الوقت في السنوات السابقة، بل بقول لحضرتك إن ما يرى فضيلة الدكتور إنه تقطيع للأزهر، الإمام محمد متولي الشعراوي لما سئل صراحة عن إن الأزهر في كليات بتدرس الطب والصيدلة والهندسة و قال بشكل واضح جدا أن هذا الأمر يشتت الأزهر عن أداء دوره الأصيل، وإنه الرؤية العلمية اللي كانت موضوعة في القانون 26 لسنة 36 اللي هو القانون اللي طوره فضيلة اللي طوره الرئيس جمال عبد الناصر بالقانون 103 كانت أفضل. وعايز أقول لفضيلة الدكتور إنه لو رجع للوقت اللي صدر فيه القانون 103 لسنة 61 هيعرف إنه غالبية العلماء الكبار اللي كانوا موجودين في الأزهر الشريف وقتها كانوا معترضين اعتراض شديد على إنه يدخل الأزهر في هذه التخصصات البعيدة عن دوره، واعتبروا ان ده هيؤدي الى تقليص الجرعات الشرعية اللي بيحصل عليها الطلاب، وفعليا يا فندم هو دون اللي حصل. سؤالي يا سيادة النائب، هذا المشروع بقانون حضرتك خدت عليه موافقة 60 من الاعضاء، يعني 60 يا فندم اكتر من كده يا فندم. انا حضرتك تعلمي ان عشان القانون اصلا يبتدي يسير الاجراءات في مناقشته لابد ان يكون مقدم من عسر عدد الاعضاء. عسر عدد الاعضاء خطوته القادمة يعني ايه بقى يا سيادة النائب؟ احنا يا فندم اقتربنا من الـ200 نائب في المذكرة تقديم هذا القانون. الـ200 نائب دول هيفتحوا الباب لإيه يا فندم؟ لبداية الإجراءات القانونية لمناقشة القانون بداية داخل اللجان. وحابب برضه أقول على الهوى عشان المستمعين إن لما أقول اللجان مش المقصود اللجنة الدينية فقط، لأن كان برضه فضيلة الدكتور قال إن اللجنة الدينية رفضت، مع احترامي الكامل للجنة الدينية، القانون ده لما هيحال للجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اللي هي تقترب من 60 نائب، واللجنة العلمية عشان الجامعة والمعاهد الأزهرية، ودي برضو بتقترب من قرب 50 نائب، واللجنة الدينية اللي هي 9 نواب. اللجنة المشتركة دي يا فندم هي اللي هتناقش بداية مشروع القانون وتعد تقريرها عليه، ثم إن شاء الله في التسلسل الطبيعي إذا ربنا قدر برحمته إن الأمر يناقش في الجلسة العامة، ثم بقى الإجراءات الدستورية. طيب دكتور تحب ترد كلمات أخيرة؟ تفضل يا دكتور فهد. لا أنا ما أحبش أرد، أنا أحب أن أنظر إلى مصالح البلاد، وإن هذا القانون في فضلاء أفاضل في مجلس النواب سيعرفون مدى مشروعياتي، لكن أنا أقول هذا القانون لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه لا يفيد مكافحة الإرهاب ولا يفيد التطرف ولا يفيد الأوقات اللي احنا فيها، اللي العالم كله جاي النهاردة مصر وهو بابا الفاتيكان بنفسه بيشيد بالأزهر، ومجلس الكنائس العالمي يشيد بالأزهر وشيخ الأزهر، ونحن نضع في القانون بعض البنود التي لا تليق بمقام الإمام ولا تليق بجامعة الأزهر
ونريد إدخال أفكار غريبة على جامعة الأزهر وعلى هيئة كبار العلماء باسم التطوير وكأن الإرهاب متوقف على قطع أوصال الأزهر. أنا أقول الأولى بإخواننا النواب الفضلاء أن ينظروا إلى المصالح العليا للبلاد، وما اختارهم الشعب لكي يقسموا الأزهر، إنما اختارهم الشعب لكي ينصروا ويقفوا في خندق مع الأزهر ومع المؤسسات الدينية العالمية ضد التطرف والإرهاب. في هذه الليلة المباركة بالذات مثلوها بالأمس القريب، كان أخي الفاضل الأستاذ محمد أبو حامد في مؤتمر المواطنة في نفس الليلة، مؤتمر المواطنة 50 دولة على أرض مصر برعاية الرئيس الجمهوري السيد رئيس الجمهورية وفضيلة الإمام والأستاذ محمد أبو حامد جالس في إحدى الفضائيات بل أكثر من فضائية يقول سأعد قانون للأزهر وأفعل كذا وكذا. الليلة في نفس الليلة وفي نفس الموعد وكأنه يعني متعانق مع الزمن يعد نفس الليلة بدل ما يشكر الإمام ويشكر الأزهر وعلماء الأزهر الذين يريدون أن يجمعوا علماء الأديان ويقفوا جميعا في خندق واحد ضد التطرف ويكافحوا الإرهاب. يكافح أخي الفاضل الأستاذ محمد أبو حامد الأزهر الشريف بقانون ضد المكافحة الإرهاب. أتمنى أن يقف معنا وأتمنى أن ينظر إلى النتائج. إن الأسبوع الماضي كان أسبوع مهاجمة الأزهر وفي نفس الوقت يقدم قانون ضد الأزهر، أنا أعتقد أن هذا أمر يحتاج إلى استفسارات كثيرة جدا. طيب أنا بشكرك دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة وفلسفة بجامعة الأزهر، بشكرك ست نائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب والمتقدم بالمشروع بقانون لتعديل قانون الأزهر، والحقيقة واضح أن هذا الحوار سيستمر في فترات أخرى، لكن مرة أخرى خلونا نقول أنه بالفعل الأزهر سيستضيف مؤتمر السلام، هذا مؤتمر مهم جدا، العلاقة بين الأزهر وبين الكنيسة الكاثوليكية في زيارة البابا. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل متابعتنا لمؤتمر الإسماعيلية مؤتمر الشباب ونتكلم عن أخبار أخرى. يا سيدة يا سيدة يا مشم وعيل آيدة يا أخت الحسن وأخوك الحسين يا بنت أشرف والدة يا عليا المقام يا سيدة. آلاف من المصريين يأتون من كل محافظات المحروسة للاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وسط أجواء من الروحانية وانتشار لصرادقات الذكر والإنشاد. جاء عشان أزور الست سيدة نفسها محبة في رسول الله. دائما محافظة أسوط بنحتفل بمولد ستنا السيدة زينب وأخت سيدنا الحسن وأخت سيدنا الحسين، بنحتفل بهم كل سنة في نفس الميعاد. جاي لزيارة ستنا زينب بنت ست اللي جدها سيدنا النبي. جاي من المنوفية. ورغم أنه تم إلغاء معظم مظاهر وتقاليد المولد هذا العام تنفيذا للإجراءات الأمنية، لكن معظم الطرق الصوفية حرصت على إقامة الخيام والسرادقات وإقامة حلقات الذكر والإنشاد الديني لاستقبال الوافدين والزائرين. كل الناس حلو في المولد، بيعجبني الذكور وقريت القرآن والزيارة في الجامع، وبيعجبنا برضو الأخ اللي بيمدح في الرسول. متعود أزور وأتوكل على الله على طول، محبة عند المام دعيت. ربنا يصلح حالنا وحال البلد ويصلح حالة المسلمين جميعا كده، وفك الكرب عنهم جميعا يا رب. سنة أحلى من سنة بالأمان والاستكنان وتمام والاطمئنان. وللسيدة زينب عدة ألقاب كرئيسة للديوان والطهرة وأم هاشم وغيرها، ويحرص الزائرون لها على الدعاء والتبرك بمقامها داخل مسجدها الشهير بوسط القاهرة. طارق أحمد هنا العاصمة. آه
مؤتمر الشباب في الإسماعيلية مستمر، وأعلن الرئيس السيسي منذ قليل وقف تصدير الأسماك لخارج مصر، وذلك بعد ارتفاع أسعارها. مصر كانت في المتوسط بتصدر حوالي سنويا 40,000 طن من الأسماك. في أول 3 أشهر من 2017 بلغنا في التصدير 120,000 طن، وده اللي رفع أسعار السمك في مصر. طبعا لما بنزود التصدير ونتيجة انخفاض الأسعار وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ده بيزود الدخل بالنسبة للمصدرين وبيزود الدخل للبلد، لكن في النهاية بيرفع الأسعار بتاعة المنتج المحلي لأنه بيقل بيشح في السوق المحلي. وأعلن الرئيس منذ قليل وقف تصدير الأسماك خارج مصر لفترة مؤقتة لحد ما يستعيد السوق عافيته مرة أخرى والأسعار تنخفض. طيب، وأعلن الرئيس أيضا منذ قليل عام المقبل عام ذوي القدرات أو الاحتياجات الخاصة. إذا 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة، احنا عارفين طبعا 2017 هو عام المرأة. آخر خبر قبل ما نترككم، وهنا الشباب والفاينل الثاني. الحقيقة إنه أحد المحامين الدوليين المصريين أوقف عرض عقد نادر كانت تملكه الملكة ناريمان زوجة الملك فاروق الأول. العقد ده كان معروض في ساذبي نيويورك، وهو طبعا يعني صالة مزادات مشهورة جدا، وهو عقد من الحجارة الستيرين وأيضا في ألماز. الحجارة الستيرين دي الحجارة الصفراء يا جماعة، ونوع من الحجارة يعني نادرة. وطبعا هو عقد 18 قيراط ذهب 18 وسترين ودايموندز. الحقيقة انه يمكن اللي كان اللي حصل، خلونا نسمع القصة من الدكتور حسام أمين الديب المحامي الدولي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. لو تحكي لنا حكاية العقد الذي يعني بنظن او يعني انت حضرتك بتظن انه عقد الملكة ناريمان، تفضل. حقيقة الموضوع باختصار ان احنا تم اتصال بينا من الاستاذ اكرم ادهم نقيب، وده ابن الملكة ناريمان. نعم. وبلغنا ان هو فوجئ على موقع سوزبيز ان العقد بتاع والدته معروض للبيع. وهو صارت المزاد حضرتك زي ما شفتي على الموقع كاتبه ان هو عقد ملكة، وحتى صورته حتى هي مبتدية. صحيح. فقمنا بعمل انذار رسمي من المكتب عندنا الى صالة المزاد في نيويورك، مطالبين فيها بوقف بيع العقد، وهو في اسويره برضه حضرتك مع العقد. هو عقد واسويره، اتس هول كولكشن الحقيقه مكتوب بالظبط. طقم. فطلبناهم فيهم ان هم يوقفوا بيع المجوهرات دي بشكل فوري، وحملناهم المسؤوليه القانونيه إذا قاموا بالبيع في المزاد. المشكلة برضو إن حقيقة إن المزاد كان النهاردة الصبح الساعة 10 بتوقيت نيويورك، وإحنا الخبر وصل لنا إمبارح بالليل. فإحنا اتحركنا، يعني اللي فادنا فرق التوقيت، واتحركنا في خلال ساعتين عرفنا نوصل لهم الساعة حوالي 8:30 الصبح بتوقيتهم، وأوقفنا المزاد، أو هم يعني سحبوا اللوت ده من المزاد قبليها بنص ساعة، يعني هو المزاد حتى ابتدى. المزاد ابتدى، هو كان دوره 107 ده اللوت اللي هو كل المزاد. يا جماعه عشان بس نبقى نحكي للناس، ساذبي احد اهم اكبر صالات المزاد في العالم. في ساذبي لندن، في ساذبي نيويورك، وبيبقى دوره في المزاد. لكن من الواضح كمان الرقم اللي معروض بيه العقد بصراحه دكتور حسام رقم ضعيف جدا. هو كانوا هم حاطين له متوسط السعر من 175,000 دولار ل 225,000 دولار. هو طبعا الحاجات دي طبعا قيمه ولا تقدر بثمن، يعني عشان التاريخ والاشياء دي. بس يعني حضرتك لو دخلتي على الويب سايت دلوقتي موقع بتاع سوزبيز هتلاقي ان هم شايلين العقد والصوره دي، وكاتبين ان هم اعتذروا ان هم سحبوا. احنا دلوقتي بناء على ايه قدرنا ان احنا نسحب ده من البيع؟ ده معناها ان العقد ده مسروق، لانه لا الملكة ناريمان لم تبع هذا العقد وانما تم تأميمه. بالظبط كده، هو معظم المجوهرات الملكيه تم تأميمها عقب الثوره في 52،
للأسف يعني في بعض منها سرق وتم تهريبه إلى الخارج، ولكن الرائد ده تحديدا لسه احنا بنحاول نوصل لطريقة خروجه وعرضه في المزاد خارج مصر. فاحنا طبعا بنتواصل مع الجهات واحنا بنتعاون معاهم، والنهارده للاسف كان يوم اجازه، بس يعني قدرنا ناخد هو الاجراء ده مؤقت لحد ما نحضر الورق بتاعنا ونقدمه، وان شاء الله نرجعه عن طريق يعني دعوه. وهنا لان السفاره المصريه ممكن تتقدم بطلب لاستعاده هذا العقد، لانه عقد مسروق من الدوله المصريه، لان ده اذا كان تم تاميمه في بعد ثوره يوليو فده بقى تسرب، اتسرق من حد، فاحنا فده يعتبر ملكيه الدوله يعني. بالظبط كده حضرتك، في تحقيق هناك هم اوريدي بداوا فيه، صاله المزاد هم برضو يعتبروا وسيط مش ملاك للمجوهرات، وهم اختاروا المالك اللي جالهم بالمجوهرات ان هم سحبوه وموقفين كل حاجه لحد ما هم يعملوا التحريات بتاعتهم، وبرضو في انتظار التحقيقات عندنا والاوراق لحد ما نوصل لحقيقه الموقف ونقدر نسترد العقد ان شاء الله. بشكرك دكتور حسام امين الديب المحامي الدولي من لندن، حيث اوقف تمكن من ايقاف بيع عقد نادر للملكه ناريمان، وذلك بخطاب من اكرم النقيب. احنا عارفين انه الملكه ناريمان رحمها الله كانت قد تزوجت بعد يعني بعد الملك بعد انفصالها من الملك فاروق ووفاته، وأكرم هو نجلها من الزواج الثاني، وأيضا الأكرم النقيب تقدم بطلب بأنه هو ده عقد والدته، وهو يعرف يعني مصاغ والدته أنها لم تبع هذا العقد، لكن مصاغ الملكة كله تم تأميمه بواسطة ثورة 52، وبالتالي العقد ده اتسرق، فلا يمكن كمان صلاه المزادات المحترمه بره زي ساذبي وكريستي وغيرها ما بتبيعش حاجات مسروقه، بتبيع فقط ما يعني يثبت ملكيته للمالك. هنا السفاره المصريه تستطيع ان تثبت انه ملكيه لهذه الدوله، ونستطيع استعاده هذا العقد مره اخرى، ونتمنى ده عشان يرجع للمتاحف المصريه. العقد ده على فكره مش الوحيد اللي اتسرق، احنا عارفين كويس قوي ان في مصاغ كثيرة اتسرق، لوحات كثيرة اتسرقت، سجاجيد كثيرة اتسرقت، يعني أيضا أنتيكس كثيرة اتسرقت، يعني كان في أيام كده صعبة شوية. قبل ما نخرج فاصل خلينا نشوف هذا التقرير عن ذكرى الخال الأبنودي، ثم نخرج فاصل، وبعد الفاصل الفاينل الثاني لهنا الشباب. والليل مليل طعم الزاد الجليل، بترفرف قبل ترحل جناح بريشات حزانة. رغم رحيله إلا أنه لا يزال محفور في قلوب محبيه، وتخليدا لذكرى وفاته نظم صالون مصر المبدعة حفل تأبين للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي. الحفل قدم نخبة من أجمل أغاني الخال لنجوم الغناء العربي، بالإضافة لمقتطفات من أجمل قصايده. يا لولا دقت إيديكي من طرق بابي، طول عمري عاري البدن وإنت جلبابي، يلي سهرت الليالي يونسك صوتي متونسة بحس مين يا مصر. هو ضد الشعر المقعر العايش في تهويمات خاصة بيه، وضد الأفكار المثقفة المترفعة على الناس. هو مؤمن بأنه الشعر إذا ما كانش للناس فمالوش أي دور وملوش أي منفعة. يا رموشك وجرح يا أبويا وعيون نايمة لو سرحة يا عين. حفل تأبين الأبنودي شهد حضور عدد كبير من محبي وعشاء شعره وكلماته اللي لسه عايشة معاهم رغم رحيله. الخال عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه يعني أثر في جيلي والأجيال اللي قبلية طبعا واللي بعدية من خلال طبعا أغانيه. هو كان بيساعدنا على جميع المستويات، كتابة وإلقاء وعلى ألسنة المطربين، بالإضافة للإنجاز الأكبر اللي هو السيرة الهلالية. كل ما تفتكر حاجة تلاقي حاجة أحسن وحاجات يعني متوهجة كتير، يعني على سبيل المثال المسيح عدى النهار.
عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر. سنتين مروا على وفاة الأب نودي ولسه تأثير كلماته ممتدة بعد ما أمتعنا بشعره اللي كان دايما بيعبر عن الغلابة وبيقراه البسطة زي ما بيقراه قمة المثقفين. هشام الرباط، هنا العاصمة. مساء الخير واهلا بيكم في تاني فاينل في مسابقه هنا الشباب لرواد الاعمال اللي بتقدمها سي بي سي واي جي بانك لدعم المشروعات الشابه الناشئه. الحقيقه الحلقه دي المنافسه فيها هتكون صعبه لان المشروعات المتنافسه كلها مشروعات قويه. نباتة في الخدمه، ريش رم، ثلاث مشروعات كل مشروع فيهم قدر ان هو يفوز على مشروعات تانية كانت متنافسة ومتسابقة علشان يوصل للفاينل النهاردة، وده الفاينل التاني في هنا الشباب تاني تصفيات. لكن يا ترى مين اللي هيقدر يفوز؟ مين اللي هيحرز لقب افضل مشروع في شهر ابريل ويكسب المئة الف جنيه جايزة ايجي بانك التشجيعية؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. وعشان حلقة الفاينل بتكون حلقة صعبة وبتحدد مصير، دايما بينضم لنا للجنة التحكيم اتنين من الشخصيات المهمة في عالم البزنس وعالم ريادة الأعمال، ضيوفنا الجداد. اسمحوا لي ان انا ارحب بيهم في هذه الحلقة، المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس إدارة ومؤسسة تعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، اهلا بيك. ومعانا للمرة الثانية المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة إنديفر ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، هينضموا لنا للجنة التحكيم اللي معانا كل حلقة الأستاذة نيفين الطهري رئيس مجلس إدارة ومؤسس دلتا إنسباير للاستثمارات، دكتور خالد إسماعيل رئيس مجلس إدارة ومؤسس كي آي إنجل للاستثمارات، والمهندس وائل فخراني المدير الإقليمي السابق لجوجل. وخلوني ابتدي انادي بقى على المتسابقين عشان يشوفوا مصيرهم. اول مشروع تاهل معانا هو مشروع نباتة لاسلام شحات من اسوان. اتفضل يا اسلام. اسلام قدر انه يستخدم مخلفات النخيل المضره للارض الزراعيه في صناعه الشنط والمشغولات، والحقيقه انه عمل لها براند نيم، عنده قابليه انه يبقى براند نيم كبير في يوم من الايام. خلونا نشوف مشروع نباتة ومشواره في هنا الشباب. نباتة مشروع بيعتمد على إعادة تدبير مخلفات النخيل في أسوان. إسلام شحات جه من أسوان لغاية القاهرة علشان يحضر اختبارات هنا الشباب، وبعد أيام من رجوعه أسوان اتبلغ بخبر اختياره لدخول المسابقة. أنا شخصياً بالنسبة لي الحياة كلها تجارب وثلاثة أرباع حياتي ريسك، فبالنسبة لي تجربة حاسة ربنا بشكل أو بآخر بعيد عن المكسب والخسارة. أنت بعت شقتك فعلاً عشان تمول مشروعك؟ بالظبط. وبعت إيه كمان يا إسلام؟ لا شقتي بس. نباتة هي أول شركة تقدر تحول هذه المخلفات إلى منتج ليه قيمة عالية جداً. بتبيع بنفسك في مكان ولا بتحطها عند حد عنده مكان وتقول له بيعها لي؟ ليه استند في مكان؟ عايز 100 ألف جنيه. انا عايز من البرنامج ده اوصل للمليون جنيه عشان اقدر اصدر بره. وائل بيركز اكتر من اكتر مركز معايا مركز من انا. الموضوع صعب على التحكيم وصعب على المشروعات، مش قادر اتوقع. كنت محتار بين 2 و3 وكان دايما نمره 1 هو الباين قصادي، يعني الاول هو اسلام، بس انا اخترت اسلام نمره 2. صعب جدا ان اقول مين نمره 2، لكن بما اني مضطر هقول ندى نمره 2.
نباتا أول مشروع يتأهل لتاني فاينل. والمشروع الثاني المتأهل معانا هو مشروع في الخدمة لعمر نبيل من القاهرة. اتفضل يا عمر. اتفضل. في الخدمة هو موقع إلكتروني بيخلصك من تعب الصنايعية وحبالهم الطويلة، تقدر تحجز من عليه ميعاد أي صنايعي محتاج له سواء في بيتك، وبيبعت لك الصنايعية المحترفين وعلى ضمانته. خلونا نشوف مشوار مشروع في الخدمة معانا من بداية المسابقة. بشتغل على بيزنس اسمه في الخدمة. في الخدمة هي سيرفيس للناس عشان تطلب صيانة للبيت وللمكتب. عمر نبيل لما تقدم للمسابقة كان في مشروعات تانية شبهه برضو متقدمة لنفس المسابقة. لجنة التصفيات أعجبت بالمشروع وقررت على غير العادة تحطه في منافسة مع المشروعات اللي شبهه في حلقة استثنائية جدا. حسيت إن دي حاجة أنا عايز أعملها في مصر، أنا فعلا ممكن أنا مع فريق هنا في مصر إن إحنا نبني حاجة ونعمل تغيير في السوق. استعد للمواجهة وكان عليه انه يثبت ان الخدمه اللي بيقدمها هي الافضل بين كل منافسيه. في الخدمه عمر نبيل من القاهره. اتفضل يا عمر. انت بقى اللي رجعت من امريكا عشان المشروع ده. بالظبط. يميزنا في وجهه نظري ان احنا الجوده بتاعتنا اعلى. الفنيين واخده تدريب داخلي من مدربين عندنا جوه الشركه. العيب الرهيب هو ان انت عشان تغطي منطقه زي القاهره عايز يبقى عندك 15,000 موظف. يعني الناس الفول تايم دي بتغطي لما بيبقى فيه مشاكل. I love اللي عمر بيعمله ان هو قاعد فترة كبيرة بيوظف الناس عنده، وبعد كده هيتحرك انه يبقى operator للخدمة اللي اعتقد ان كل المصريين محتاجينها. يعني عندك advantage اكتر ان انت تجري اسرع من الكومبيتيشن. اذن في الخدمة هو الفائز في هذه الحلقة. اتفضل. كسب في الحلقة، لكن النهاردة بينافس مشروعات في مجالات تانية. هل يا ترى هيقدر يواجهها؟ في الخدمة تاني مشروع يتأهل لتاني فاينل. أما تالت مشروع تأهل معانا ففكرته جت لصاحبه بالصدفة. سافر يتفسح شاف قرية كاملة ستاتها بيشتغلوا في تأشير الجمبري، رجع بفكرة عظيمة. عبد الرحمن خضر من القاهرة صاحب مشروع ريشرم. اتفضل يا عبد الرحمن. مشروع ريشرم هو مشروع لإعادة تدوير قشر الجمبري واستخدامه في صناعات مختلفة. خلونا نفتكر مشوار عبد الرحمن في البرنامج. عبد الرحمن سافر الفيوم يتفسح، رجع بفكرة مشروعه. اتقدم لهنا الشباب، وبالرغم ان فكرة مشروعه كانت غريبة شوية إلا إنها لاقت قبول لجنة التصفيات الأولية. أنا عبد الرحمن هشام، مهندس ميكانيكا، شغالين في ستارت اب اسمه ريشرم، نعيد تدوير قشر جمبري، بنصنع منه ماده اسمها كاتوزان. ظروف خاصه منعت عبد الرحمن من انه يقدر يحضر تدريبات هنا الشباب زي منافسيه، لكن وبالرغم من كده قدر يقنع لجنه التحكيم بمشروعه. عبد الرحمن خضر من القاهره. اتفضل. احنا بنصنع في مصر محليا مادة خام زراعية عالية القيمة من قشر الجمبري. المادة دي اسمها شيتوزان. انت عندك بوتنشل اكبر من ما انت بتتكلم عليه. يخيل لي كونك بتستخدمه في الارض الزراعية في مصر، ده واحد من الاستخدامات. انت بقالكوا قد ايه بتشتغل؟ بقالنا حوالي 6 شهور. انا معايا 100 مليون جنيه. تمام. وحبتدي بكرة في مصر، انا اللي هكسب المنافسة دي ولا انت؟ انت لو مستثمر وهتدفع مليون جنيه انا عارف انت هتخش في ايه. انا اخترت نمرة 2 ريشرم ونمرة 1 ماني فاليس. واو. والمنافسة ما بين ريشرم وماني فاليس. انا نمرة 2 ماني فاليس ونمرة 1 ريشرم. موقف صعب بس نمرة 3 بالنسبة لي هو ماني فاليس. الفائز هو ريشرم. ريشرم ثالث مشروع يتأهل لتاني فاينل.
هبتدي الجولة بأول سؤال مطلوب منكم انكم تجاوبوا عليه في جملة واحدة. ايه أكتر حاجة بتهدد نمو مشروعك؟ أكتر حاجة بتهدد نمو مشروعنا هو زي ما قلت قبل كده هو المنافس الرئيسي بتاعنا هو اللي هو المستورد من الصين. دي أكتر حاجة بتهدد المشروع بتاعنا. المستورد الصيني بيبقى أقل مننا, أقل في كواليتي وأقل في جودة مننا بكتير جدا, وبيضطر إن هو ينزل بالجودة مع إن الناس هنا في مصر بيمشوا أكتر بيكمبرومايز على الكواليتي مش مهم الكوست بتاعته. احنا اكتر حاجه بتهدد المشروع بتاعنا هو ان احنا ما يبقاش عندنا تمويل كفايه ان احنا نوصل لعدد اكبر من العملاء عندنا, والعملاء دول هم في الاخر هم اللي بيجيبوا لنا الدخل بتاعنا, فده التهديد الاساسي. اسلام, اكتر تهديد بيأثر على مشروع نباتا, رقم واحد التسويق, رقم اتنين الريسيرش والديفلوبمنت. مهندس رشيدي, ايه اسئلتك للشباب ونبتدي نشوف عايز تساله؟ نبتدي بريش ريمب. اتفضل. في الحلقة اللي فاتت خالد اسماعيل قال لك, سألك سؤال, في منتج يا مشتقات من المنتج ليها قيمة مضافة عالية قوي, تمام, اعلى كتير من الطرح بتاعك, او تمام, هل انت فكرت فيها وفكرت بص هقول لك الاسواق اللي انت ممكن تروحها؟ طبعا. هو احنا عندنا والتكنولوجي اللي ممكن تعملها الاسكاليبيليتي بتاعتنا او الاكسبانشن بتاعنا بيكون على خطوتين. اول خطوه عندنا في عدد من الابلكيشنز او عدد من الصناعات بيدخل فيها الماده الخام اللي هي الشيتوزان دي, تمام, فانا مش هدخل في كل الابلكيشنز مره واحده او مش هدخل في اصعب ابلكيشن مره واحده. احنا اخترنا اول ابلكيشن واسهل ابلكيشن اللي هو الابلكيشن اللي انا استخدمه في الاجري بيزنس وفي الزراعه, بعد كده هنبتدي نتنقل على الفود, بعد كده الاعلاف, بعد كده كوزماتكس, بعد كده الدواء. تاني ستيج عندنا في الاكسبانشن ان انا من كل دول انا ممكن اختار ابلكيشن واحد معتمد عليك كيتوزان بنسبة كبيرة, سواء الميديكال أو الكوزماتيكس, وابتدي أنا أديفلوب المنتج بتاعي جوه الحاجة دي. مهندس رشيدي تسأل, عايز تسأل عمر, أنت إيه اللي هيخليك تقنع الزبون بتاعك كمنتج أنت بتقدمه أو خدمة بتقدمها, إيه اللي هيخليه يسيب الخدمة التقليدية ويجي لك أنت, وهتحافظ على زبونك إزاي؟ يعني إيه اللي هيميزك كمان من ان انت نجحت هيدخل وراك واحد واثنين وثلاثة؟ هل عندك, هيبقى عندك ادج معين انت تقدر تبيعه وتحافظ بيه على الزرع وتكبر السوق بتاعك؟ تمام. احنا الحاجة الاساسية في الخدمة اللي بنقدمها هي الثقة, ان احنا العميل يبقى واثق فينا, ان احنا بنخش بيته بنقدم له خدمة جوه البيت. احنا اللي بنقدمه للعميل اربع حاجات, ان الكواليتي بتبقى اعلى في بتاعة الخدمة نفسها, ودي حاجة فعلا احنا حققناها, وعندنا حوالي 74% من العملاء بتوعنا كلمونا اكتر من مره, فهم وثقوا فينا, استعملونا مره عجبتهم الخدمه واستعملونا تاني. تاني حاجه ان احنا بنوصل للعميل في الميعاد, اول ما بيشوفنا قدامه في الميعاد بيبقى خلاص ضمن, يعني اعتمد علينا, فبيبقى دي بتزود الثقه برده ما بيننا وما بينه, واسعارنا بتبقى واضحه وثابته, فبتخلي برده ان هو احنا قلنا له على سعر في التليفون او على الويب سايت جه فعلا حاسب على نفس السعر. اسلام, انا شايف المنتج بتاعك نيش شويه, يعني منتج جميل, منتج مبتكر, في ديزاين, في انوفيشن, في فارينس كويسه, بس الحجم بتاعه او حجم المنتج اللي انت اخترته حجم صغير جدا. انت عايز تحل مشكله بيئه وعايز تحل مشكله عماله وتشغيل وكده, ما فكرتش تنوع في المنتجات اللي انت هتقدمها من الخامة اللي انت بتشتغل بيها؟ جميل. احنا اوريدي عندنا المنتج بتاعنا اولا ليه ثلاث قيم, يعني عندنا 3 values, مش قيمة واحدة. بنشتغل على منتج مش هاند ميد فقط, منتج كمان صديق للبيئة, وواخدين قيمة ثالثة, منتج يعني بيبني هوية, وبيبني هوية بتلعب على التراث والثقافة النوبية. الحاجة حضرتك بتسألها كمان, عندنا فريق اوريدي في ريسيرش والديفلوبمنت, يعني عندنا بلان بي ما بعد الفشل وما بعد الشنط, استخدام اخر لمنتجات لمخلفات النخيل زي جريد, تحويله لاثاث صديق للبيئة, وعندنا ازاي نعمل مدخلات اخرى غير الجلد مع العرجون. يعني اوريدي عندنا خطة لمدة سنتين ازاي نقدر نكمل فيهم, بس مبدئيا بنشتغل على ستيب 1 اللي احنا حاليا شغالين عليها. ننتقل مهندس ايمن اسماعيل, اتفضل. بس انا هبتدي مع نبات. على المره اللي فاتت يعني في الحلقات اللي فاتت اتكلمت كتير, والنهارده اتكلمت كتير على فكره ريسيرش اند ديفلوبمنت, فانا عايز اعرف
يعني يمكن انت كنت كل مره بتذكرها لكن انا مش عارف ايه اللي وراها. ايه اللي وراها في، وحتى قلت كل الفلوس اللي هتجيلك عايز تعمل مركز للريسيرش بحث والتطوير. ايه اللي انت عايز تعمله وازاي ده هيساعدك على انك انت توصل لحلمك انك انت تبقى رائد في هذا المجال في الريجن بتاعنا كله. جميل. احنا في البدايه عملنا دراسه سوق، احنا بنشتغل على البيزنس بلان، عملنا دراسه سوق، شفنا قد ايه المنتجات صديقه للبيئه، حجمها في السوق، وهل في منافسين، والمنافسين دول بيشتغلوا ازاي وبيلعبوا على ايه بالظبط. فحاولنا بقدر المستطاع نبدا كمرحله اولى بالجزء اللي شغالين بيه حاليا. المرحله الثانيه عندنا خطه بتتكلم على اساس ازاي نقدر نوظف ونستثمر كل مخلفات النخيل زي الجريد زي الخوص زي السعف زي الليف او ما الى ذلك. الحاجه الثانيه اوريدي عندنا خطه نشتغل على مدخلات اخرى مع العرجون، الماده اللي بنشتغل عليها حاليا غير الجلد. هنتكلم على التصليح في البيوت، واكيد دي مشكله بتقابل كل الناس كلها، والفكره بتاعتك كلها مبنيه على انك انت بتقدم خدمه افضل. هيجوا في ميعادهم، تقدر تمرنهم بشكل كويس جدا، فبالتالي بيدوا خدمه كويسه. اللي انا مش مقتنع بيه هو انه لما تكبر وتتحول لشيرد ايكونومي زي ما اتكلمت في الحلقات اللي فاتت، ازاي هيبقى عندك سيطره انك توصل انك تخلي نفس الناس دي تروح في ميعادها وتعمل لهم التدريب ده. انت عايز تعين قلت 10% بس يبقوا within your control، 90% هيبقى not within your control. هتعمل ايه في دول؟ هو اول حاجه الصناعي هيبقى من خلال البيزنس بتاعنا هيبقى بيقدر ان هو يعمل ضعف الانكم اللي هو بياخده من اي شغل تاني بنص عدد ساعات العمل، فهيبقى عنده دافع مادي ان هو يشتغل بالشروط اللي احنا متفقين عليها. الطريقه اللي احنا هنبقى بنعين بيها الفنيين، هنبقى بنعمل يعني بنقدر ان احنا نشيل الناس او ما ناخدش الناس اللي هي باين ان عندها مشاكل في اسلوب التعامل مع العملاء او عندها مشاكل في الجوده الفنيه. فدي هتبقى اول حاجه من اللي احنا اتعلمناه قبل كده. تاني حاجه هتبقى ازاي اداره العمليه بتاعه الصيانه نفسها، ودي من خلال التكنولوجي نقدر ان احنا من خلال صور العميل بياخدها والفني بياخدها، من خلال مكالمات تليفون اوتوميتد قبل الزياره نقدر نتاكد ان الفني هيوصل في الميعاد. الحاجات دي كلها هتساعدنا ان احنا نقدر نقنن عمليه الصيانه تبقى بنفس الجوده اللي احنا شغالين بيها حاليا. عبد الرحمن ريشريمب، انا عاجبني جدا انك انت مركز وعايز تشتغل في الاجري بيزنس، رغم انه خالد حاول تشيكيو اكتر من مره في الحلقات اللي فاتت، النهارده برضو رشيد يتكلم في نفس النقطه. دي ده شيء جيد جدا. الفكره كلها ان انت بتتكلم على انه هيبقى في تريجر معين يخليك تبتدي تفكر في انك انت دايفرسيفاي او تروح لانشطه تانيه. ايه التريجر ده؟ التريجر اللي هيخلينا نتنقل من الخطوه ديت للخطوه التانيه، اول حاجه هو مش هيحصل في خلال 5 سنين، وقبل الخمس سنين ديت في بعد 3 سنين بالظبط هنبتدي في الريسيرش والديفلوبمنت الابلكيشن اللي جاي. فانا ممكن اعمل ايه؟ عندي ليجاليزيشن، تجهيز ورق، تجهيز تصاريح، تجهيزات الحاجات ديت، بس ده هيبتدي بعد 3 سنين. هقعد في السنتين دول اجهز تصاريح واجهز ورق واجهز كل الحاجات اللازمه عشان ابدا ادخل الماركت الثاني بشكل صحيح او بشكل كويس، لان الماركت الثاني اللي هدخله هيكون اصعب بكثير قوي من سوق الزراعه. هو ده التريجر بالنسبه لي. اسئلتك. انا الحقيقه عندي سؤال محدد ليكم جميعا. يعني النهارده احنا بنشوف كيفيه كل ما حد يبتدي مشروع بيخش 10 وراه، يمكن في الخدمه احنا شفنا المره اللي فاتت كام واحد داخل. حابه كل واحد كده يتخيل ان بكره الصبح لازم ياخد القرار بيست على ان حد داخل قدامك. اوكي، اول حاجه احنا في فري شريمب اول ايدج بالنسبه لنا احنا عندنا تكنيكال ايدج كبير جدا، وده المين ايدج بتاعنا، ان احنا بنقدر في عمليه التصنيع نفسها نقلل الكوست لمرحله كبيره جدا، وهو ده السر بتاعنا اكشلي في الصناعه ديت وليه دخلنا في المجال ده بالذات. تاني نقطه في موضوع قش الجمبري اللي هو توفره في مصر او ان حد ممكن يشتريه كله، فالايدج بتاعنا الاكثر من كده ان القش متوفر في دول عربيه جنبينا، بلس ان هو متوفر في اسيا ارخص ما هو موجود في مصر. وده اتكلمنا ساعتها المره اللي فاتت خالد سالني السؤال ده، لو انت وصلت الاكسبانشن لحجم القش اللي موجود في مصر هتجيب بعد كده قش منين؟ انت كده خلاص. لا، القش موجود في العالم كله. ماده عامه السورس بتاعنا بنشتغل عليه الماده العضويه اسمها كايتين، تعتبر من ثاني اكتر ماده موجوده عضويه في العالم.
هي موجوده في كل حاجه، في ضوافرنا، في عظمنا، في كل حاجه. تايم وهروح لعمر. احنا نقدر يعني في حاجتين. الحاجه الاولانيه هي ان احنا محتاجين نكبر بسرعه جدا قبل ما اي حد تاني يجي يسبقنا، بحيث ان احنا نبني علاقه الثقه دي مع العميل. وده هيبقى الحاجه المشكله اللي بتواجهنا زي ما قلت في الاول، هي ان احنا يبقى عندنا تمويل كفايه ان احنا نقدر نكبر بسرعه قبل ما حد تاني يخش ويبني علاقه الثقه دي مع العميل. First mover advantage يعني. بالظبط. الحاجه الثانيه هي ان احنا ازاي بنقدم الخدمه نفسها للعميل. احنا هنحاول دايما ان احنا نقدم خدمه بشكل افضل، يعني احنا خدتنا وقت طويل لغايه لما نقدر نقدم خدمه بشكل كويس جدا، ونعدي في مشاكل كتير جدا مع الصناعيه ومع العملاء لغايه لما قدرنا نحسن الطريقه اللي بنخرج بيها عمليه الصيانه في البيت. اسلام، يمكن احنا وبنعمل دراسه ما لقيناش حد في مصر بيشتغل على منتجات تراثيه او منتجات بتبني هويه وتراث بالفعل فريد من نوعه. الحاجه الثانيه عندنا تنوع في التصميمات اوريدي موجود. في ناس كتير بتعمل كده، منتجات تراثيه. منتجات تراثيه يعني لو خدت كل بلده صغيره هتلاقي ان هي ليها اللي عندهم. ربما يكون فكره الثقافه النوبيه مش موجوده الا في اسوان فقط، فيعني دي هتصعب المنافسه الى حد ما. الحاجه الثانيه عندنا تنوع في التصميمات ممكن نقدر نشتغل عليها. الحاجه الثالثه اوريدي عندنا ستيب 2، هنستخدم يعني ادوات اخرى غير العرجون من مخلفات النخيل ونحولها لمنتجات صديقه للبيئه، فهنقلل فيها فرص المنافسه. دكتور خالد، اسئلتك. انا لان ده سؤال سكيلينج فعايز اخدكم شويه على الارقام. عايز كل واحد يقول لي سوقه مين وحجمه قد ايه بالارقام. اي حد نباتة ابتدي. يمكن في السنه الاولى التارجت بتاعنا مصر، وبنستهدف A بلس، ودي تقريبا 8% من سكان القاهره واسكندريه. احنا مش عايزين غير 10% بس اللي يبقوا الكاستمرز بتوعنا. في السنه الثانيه بنستهدف السوق الخليجي. لا معلش، كمل لي ارقام شويه. اوكي، دول مش هيشتروا كلهم، هيشتروا شنط في سنه واحده؟ لا طبعا اكيد. طيب فكمل لي ارقام يعني، أنا حجم السوق قد ايه في السنه؟ حجم السوق بالنسبه لي ان انا اوصل ل 10,000 عميل داخل مصر. 10,000 شنطه تتباع في السنه؟ في السنه. اللي هي بكام؟ قيمه الشنطه بكام؟ بتتراوح من 200 ل 600. يعني عايز تبيع بكام في السنه؟ من 200 يعني عايز ابيع في السنه بحوالي 2 مليون. 2 مليون؟ 2 مليون جنيه مصري. ده المبيعات؟ المبيعات. اول سنه ربحنا 30%، السنه الثانيه توصل 40% بحكم الخبره. طيب وبعد خمس سنين السوق ده هيبقى قد ايه؟ بعد الخمس سنين هستهدف السوق العالمي، يعني انا السنه الثانيه متارجت اوريدي السوق الخليجي، عايز ادخل السوق الخليجي والسوق الافريقي. من بدايه من السنه الثالثه هبدا يبقى لي وجود في اوروبا او ابدا اصدر دول اوروبا. في الخدمه؟ احنا بنستهدف العميل في الطبقات العليا والطبقات العليا المتوسطه، ودول حوالي ما بين 1.5 ل 2 مليون بيت في القاهره واسكندريه. دول بيستهلكوا صيانه في السنه في تقديري حوالي 1000 جنيه في السنه تقريبا، فده بيوصلنا لسوق ما بين 1.5 ل 2 مليار جنيه في السنه. ده في خدمات الصيانه في المنازل فقط، يعني احنا في خدمات الصيانه في الشركات والمطاعم، وده برضو جزء ممكن نبتدي نشتغل فيه بشكل اكبر في الفتره الجايه. والخدمات الاخرى زي رش المبيدات وزي النظافه المنزليه وزي نظافه حمامات السباحه وقص الحدائق او الجناين. تمام. احنا الفئه المستهدفه عندنا في الوقت الحالي هم المصنعين للمنتجات العضويه الزراعيه في مصر. تمام. دول عددهم تقريبا اللي احنا مركزين عليهم بيوصل ل 150 شركه. تمام. احنا مترجتين، احنا اوريدي وصلنا العدد من 40 ل 50، شغالين دلوقتي مع 8 بوتنشال، مع 8 شغالين اوريدي، شغالين في تجارب مع 8. تمام. الهدف بتاعي اللي انا اوصل له في خلال 3 سنه ان انا يكون معايا خمس مصانع من السوق الزراعه. بيستهلكوا قد ايه من الماده اللي انت بتنتجها؟ المصنع الواحد بيستهلك في حدود من طن ل 2 طن في السنه. مصنعين المواد الزراعيه، المنتجات الزراعيه العضويه، ممكن يكون عددهم ال 150 ده مش كتير، لكن هم فيهم 10 او 15 واحد هم اللي مسيطرين على السوق بنسبه كامله. فاحنا بالنسبه الحجم ده بالفلوس قد ايه بقى؟ الحجم الخمسه. الخمسه ممكن يوصلوا الحجم التوتال سيلز في السنه للخمسه ممكن يوصل ل 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه. واسئلتك وائل فخراني. انا هسال على الارباح. عايز اسال برضو انتوا الثلاثه نفس السؤال، ارباحك السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعديها قد ايه؟ اول ما نبدا من اول ديل انا متارجت في اول سنه 1,100,000،
ربح مليون ومئة ألف، لا مليون ومئة ألف توتال سيلز، منهم تقريبا 500 ألف سيلز، ده في الورست كيس. منهم 500 ألف أرباح؟ لا، في حدود في أول سنة بكسب 30%. أوكي. 30% من مليون ومئة ألف أرباح بلس. ده الورست كيس عندي. البيست كيس عندي ان انا اوصل لكذا ديل في اول سنه مع بعض. لا انا يهمني الترند بتاع الارباح عامل ازاي عشان اسالك على السكيلابيليتي. انت عايز الارباح بتاعتك تزيد مع السنين ولا تقل مع السنين؟ لا هتزيد مع السنين. يعني اول سنه 30، ثاني سنه كام؟ ثالث سنه بتوصل ل 60%. اوكي تمام، لان انا عندي ايدج كويس جدا. انا تكلفه انتاج الكيلو هو مثلا سي انا بستخدم في التن اثنين عمال. تمام. الخمسة طن هيعملوا برضو اثنين عمال. فأنا ببريك إيفن بعدد معين من الكيلوهات، بعد كده كل اللي فوق ده بروفيتلي. أنا إحنا حاليا الشركة إحنا بنخسر، ومتوقع إن إحنا نخسر السنة الجاية واللي بعدها. السنة الثالثة هي دي اللي نبتدي يبقى عندنا فيها أرباح. والهدف إن إحنا يعني الفكرة إن إحنا بنصرف على التسويق عشان الناس تعرف علينا أكتر من المكسب بتاعنا من تقديم الخدمة نفسها. انما المعادله بتاعت احنا العميل بيدخل لنا ايراد قد ايه قصاد احنا بنصرف قد ايه عشان نوصل الرساله دي للعميل، المعادله دي رابحه حاليا. يعني اسلام، احنا السنه الاولى بنكسب حوالي 30% بس، وده بحكم ان احنا بنعمل براند اويرنس في الاول. متوقع في السنه الثانيه نكسب 40%، والسنه الثالثه 50%. حجم المبيعات بالنسبه لنا في السنه الاولى يعني 10 مليون كنت بتقول؟ 2 مليون. 2 مليون سوري، 2 مليون ألف. يعني حوالي ارباح 600 ألف جنيه. ان شاء الله في السنه الثانيه متارجتين نوصل لحجم مبيعات 5 مليون ونكسب حوالي 40%. انت قلت الثانيه والثالثه هتروح المنطقه وهتروح اوروبا. بالظبط. هتصرف على البراند اويرنس 5 اضعاف اللي بتصرفه دلوقتي، مش العكس اللي انت قلته دلوقتي، ده عكس الحقيقي. في المقابل هبيع بالعمله الصعبه هكسب اكتر. بس انت لسه انت مش معروف عندهم خالص. فيعني خد بالك بس. طيب كده انتهت الجوله الاولى من الاسئله، والمنافسه بتزداد صعوبه، واكيد هم لسه حيرانين بيحاولوا كده يحسبوا افكارهم. لكن الجوله الثانيه هنبدا فيها وهنختبر شخصيه المتسابقين. وانا هبتدي اسال برضو بالسؤال الاول، في جمله واحده هتقول لي لو اتطلب منك تغير حاجه في اسلوب ادارتك لمشروعك هيكون ايه؟ وابتدي بعبد الرحمن. اول حاجه خيارها فيها هكون مور بروفيشنال، لان انا ابتديت. يعني مور بروفيشنال؟ يعني انت مش بروفيشنال؟ بنتعلم. في فرق كبير، احنا ابتدينا بيزنس من الصفر، الفكره جات لنا من الصفر، احنا عملنا بيلدينج للسكيلز بتاعنا، فلغايه ما وصلنا للمرحله اللي فيها. مور بروفيشنال في ايه؟ مور بروفيشنال في هاو تو مانج ذا كومباني، مور اكسبيرينس عن الماركت نفسه اللي انا شغال فيه، فنضج فكري اكتر، وده بيجي من البيزنس وبيجي من الوقعات وبيجي من الاختبارات. دي الحاجه اللي عندي. عمر لو عايز تغير حاجه هتغير ايه؟ يعني ممكن ان انا ابقى يعني متفهم اكتر شويه لان مش كل حاجه ابيض واسود، ان برضو احنا في مصر يعني الواحد محتاج ان هو ما بيقدرش ياخد 100% من كل موظف او كل واحد بيشتغل معاه، ان هو لا ممكن ياخد 90%، وازاي يقدر ياخد ال 90% دي ويعلي الانتاجيه بتاعت كل واحد بيشتغل معاه. اسلام ايه اللي هتغير؟ لو طلب مني اغير بالنسبه لي هحتاج فريق تسويق اعلى احترافيه. دكتور خالد نبتدي باسئلتك بقى. انا يهمني، سمعت على الاقل في حالتين، وبرده متهيألي عمر يهمني، هتديروا البحوث والتطوير ازاي؟ دي خبره ودي عايزه فلوس، عايزه نو هاو علم، عايزه اطلاع، عايزه معرفه المنافسين بيعملوا ايه. فكل واحد يقول لي كده بسرعه هيعمل ايه في البحوث والتطوير؟ البحث والتطوير بالنسبه لي بيديني فيدباك عن فكره المنافسين، بيفكروا ازاي وبيشتغلوا باي اليه واسعارهم شكلها ايه. طيب عمر. احنا البحث والتطوير بالنسبه لنا هيبقى في مجال التسويق وفي مجال العمليات او الاوبريشنز. ففي مجال التسويق هيبقى مطلوب من الناس اللي في التسويق ان هي تنزل مع يعني تنزل تشوف العميل بيستقبل الخدمه ازاي، بينزل بيروح بيشوف اوردر السباكه بيتم بشكل عامل ازاي. وده اللي احنا بنعمله حاليا، انا بخلي اي حد حتى معانا في الشركه بقول له انت لازم تنزل وتشوف ايه اللي بيحصل عند العميل. ما ينفعش تبقى بتاخد مكالمه في التليفون ومش عارف هو العميل بيواجه ايه دلوقتي عشان تقدر تحس بيه. ريشرم، بالنسبه لموضوع البحث والتطوير، قبل اي ابلكيشن جديد احنا بنشتغل فيه او داخلين فيه بيكون في كذا شركه احنا بنشتغل معاها في الابلكيشن ده،
بحيث ان هي تقدر تشيل عني جزء كبير من البحث والتطوير قصاد مثلا سي ديسكاونت معين او قصاد سبلاي اكسكلوسيف سبلاي لي لفتره معينه، او بنجيب ان احنا التيم بتاعنا المخصوص بتاعنا بنهاير التيم ده للفتره ديت عشان يطور الحاجه ديت وبس. على كده بتكون بقى بعد كده في اوبريشن ثابته لسنين بعد كده. ايمن، لو بنتكلم على ان انتوا هتفضلوا تقولوا ان انا هيبقى عندي فيرست موفر ادفانتج، فانت بتجري في التراك والناس كلها بتجري حواليك، لو هديت هيسبقوك. لكن لو انت عشان يبقى عندك ميزه نسبيه لازم تجري في التراك لوحدك. ايه اللي انتوا اتعلمتوه خلال الحلقات اللي فاتت عشان يبقى بتجري في التراك لوحدك يبقى عندك ميزه نسبيه ما حدش يقدر يوصل لها؟ حاليا شغالين مع عدد من المصانع اوريدي اقنعناهم، اوريدي النتورك بتاعتنا معاهم كويسه جدا، اوريدي ريليشن شيبس مع المصانع، كل التارجت المصانع اي حد ممكن يعمل ده، فاحنا بنسبلاي بكونتراكت لفتره كبيره. اي حد ممكن يعمل ده. ايه الميزه النسبيه بتاعتك؟ انا الميزه النسبيه بتاعتي زي ما اتكلمت قبل كده هو التكنيكال ايدج اللي عندنا، ان انا بقدر اقلل ثمن الماده لرقم خيالي، وهي دي الايدج فعلا احنا حصلنا عليها دلوقتي. احنا يعني الميزه بالنسبه لنا بتبقى ازاي يعني نوصل للعميل في الميعاد المحدد بالظبط، ويبقى في نقدم الشغل بجوده عاليه، ويبقى في ضمان على الشغل، والاسعار بتاعتنا تبقى واضحه. فده يعني دي اوبريشن اكسلنس كده اهو. فالميزه النسبيه بتاعتك دي مش لا اي حد ممكن يعمل ده، بس احنا يعني بالنسبه للصناعي العادي اللي هو المنافس الاساسي بتاعنا، الصناعي العادي ما بيقدمش ده، ما بيجيش في ميعاده وبيفاصل في السعر. ما هو مش هيفضل صناعي لوحده، هو هيجي لك شركه وثانيه وثالثه. انت هتزرع ايه من البدايه عشان تخلي الادج ده عندك حتى على الكمبيوتر اللي هيدخل عليك المنظم؟ هي هتبان في التريننج اللي احنا بنقدمه للناس، وفي التكنولوجي اللي احنا هنستخدمها في تقديم الخدمه نفسها. خلاص 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 يلا. يمكن عندنا ميزه نسبيه في نباتا الى حد ما غير السوشيال امباكت العالي موجود في نباتا، بفكره ان احنا نقدر نوفر اكبر قدر ممكن من فرص العمل. احنا اوريدي قدرنا نحقق 40 فرصه عمل خلال السنه اللي فاتت فقط. الحاجه الثانيه بنشتغل على منتج يونيك فريد من نوعه الى حد ما في التصميم وفي الجوده في الاثنين. الحاجه الاخيره المنتجات اللي بتبني الهوية التراثية وتحديدا في النوبة اعتقد مش موجودة كتير، فدي برضو ميزة تنافسية موجودة عندنا. وائل، وياريت بالاسئلة برضو نركزها في فكرة الشخصية، لان الجولة دي عن الشخصية. انا سؤالي برضو ليكم التلاتة، واحد كل واحد يقول لي بسرعة جدا اكبر ميزة فيه ايه واكبر عيب فيه ايه. انا شخصيا اكبر ميزة فيا انا شايفها ان انا مرن الى حد كبير جدا. اكبر عيب فيا ممكن اكون الى حد ما متسرع في بعض اللحظات. عمر، يعني يمكن اكبر ميزه فيا هي ان انا منظم جدا، وبقدر ان انا ادير كذا اداره جوه الشركه في نفس الوقت. العيب الاساسي فيا هو ان انا مش منظم، انا مش احسن واحد بيبيع مش احسن واحد بقدر ابيع الخدمه اللي احنا بنقدمها. يعني عبد الرحمن، تمام. احسن ميزه عندي الصراحه لا هي مش الصراحه، لا هي زي ما بيقولوا عليها في شركه هو حلال المشاكل، هو الشخص الوحيد اللي ايوه في مشكله ايوه الدنيا بتولع ومطفيه. واكبر عيب فيك ايه؟ واكبر عيب فيا ان انا عصبي. نيفين، انا عاوز اسال بقى كل واحد فيكم اكتر موقف صعب هو قابله وحله ازاي؟ اكتر موقف صعب، يعني كان في موقف صعب مثلا واجهته الشهر اللي فات، ان احنا اضطرينا نستغنى عن 2 موظفين بيشتغلوا معانا في الشركه بسبب ان الاداء بتاعهم ما كانش كويس. فده كانت حاجه صعبه، قرار صعب. هم كانوا ناس يعني كاشخاص كانوا كويسين جدا، انما ما كانوش مأثرين سلبا على بقيه الناس اللي في الفريق. يعني عندنا اتكلموا معاهم في يعني مسؤول الموارد البشريه اتكلم معاهم، وانا اتكلمت معاهم شخصيا وقلت لهم دي حاجه ملهاش دعوه بيكم انتوا كاشخاص، انما احنا اسلوب شغلنا مختلف عن طريقه شغلكم، يمكن انتوا تقدموا حاجه احسن في مكان مختلف. اسلام، يمكن اكتر موقف صعب مريت بيه في نباتة ان في البدايه ما حدش كان مقتنع بالفكره خالص، وثقافه الاشخاص ما كانش متقبله ان هم يشتغلوا في حاجه ليها علاقه بمخلفات نخيل او ما الى ذلك. يعني ما لقيتش حد اداني سبورت خالص في البدايه، بس انا يعني كملت والحمد لله حققنا نجاح، ودلوقتي الناس حابه تجي لنا اكتر شويه.
الرحمن. احنا كان اكبر موقف صعب بالنسبه لنا حصل مع كاستمر. فاحنا كان من اكبر الكاستمرز اللي هم البوتنشال عندنا من اكبر الشركات في مصر. فاحنا كنا بنشتغل معاه في تجارب حقليه وهكذا. لقيته بيكلمني على التليفون، ايوه البتاع ده ما بيعملش اي حاجه. طب انت استخدمته ازاي؟ ما بيعملش اي حاجه بقول لك، يعني ما فيش. بس فحددت معاه اكشنز وخدنا معاه ميتنج ورحنا معاه الميتنج على اساس ان احنا ناخد اكشنز عليها بعد كده، ازاي هو استخدم الماده ديت وايه المفروض يستخدم الماده دي ازاي وهكذا. بس ده كان يعني لو في التليفون ما فيش حاجه. نعم. مهندس رشيد، لو حصل ومشيت مشوار سنتين ثلاثه وفشل المشروع، رد فعلك هيبقى ايه وهتتصرفوا ازاي؟ اول حاجه هي جمله والدي قالها لي قبل كده، مفيش طريق انت بتمشي فيه بتطلع منه من غير اي فايده. فانا اظن ان في جيند اكسبيرينس كبيره جدا هتفيدني في حياتي، تمام، خاصه ان انا لسه فريش جراديويت فلسه قدامي زمن كتير. بلس ان انا هتعمل ايه؟ هتقفل المشروع وتروح مشروع تاني ولا لو تاني؟ الموضوع فشل فعلا بعد سنتين زي ما هو بيقول، في منت هيكون المشروع تاني موجود، لان احنا خلاص ان انت تنقل من كذا حاجه دي بقت اسهل حاجه. يعني هحاول ان انا اخلي البيزنس تحت اداره حد تاني وانا موظف، بحيث ان انا اقدر ان انا ممكن امول جزء من البيزنس وهو شغال تحت اداره حد تاني، يمكن بعد فتره اقدر ان انا ارجع له بعد سنه او سنتين. اسلام، هو اعتقد في نباتة مش هنتظر سنتين لحد ما احس بالفشل. ربما الفشل احس بيه كل 6 شهور او يعني ماكسيمم سنه، بس في النهايه احاول مره اخرى. يعني عندنا البلان كبيره مش صغيره، فربما نشتغل على بلان بي او بلان سي. طيب كده انتهت الجوله الثانيه ووصلنا للجوله الاخيره، ودي جوله المواجهه. مطلوب من كل مشروع انه يقول لنا في دقيقه ونص ليه مشروعه مفيد للناس وللمجتمع افضل من المشروعين التانيين. انا المنتج بتاعي من اهم المواد العضويه في العالم، مش شنط هستخدمها على النيش ماركت. تمام. تاني حاجه الابلكيشنز اللي انا بدخلها فيها او الصناعات اللي انا بدخل فيها، انا بدخل من اول ادويه لغايه الزراعه لغايه معالجه المياه. انا مش بقدم خدمه لناس معينه عندها ثلاجه بايظه او شباك بايظ او هكذا، لا انا بدخل في ابلكيشنز بتفرق فعلا في حياه الناس زي الادويه زي الزراعه زي يعني انت حاسس ان انت عندك قيمه اكتر من المشروعين التانيين. ده حد بيصلح ثلاجه وغساله وده حد بيعمل شنط، وهيفرق مع الناس النيد نفسها اللي عند الناس. بس يعني الثلاجه لازم اشرب كل يوم. انت عارف لو الثلاجه بايظه ممكن الاكل يبوظ. عمر رد عليه بقى. تمام. احنا طبعا يعني في ممكن 1000 سته اشهر جمبري و2000 او 3000 يعني عامل مصنع، ده لو اكبر مصنع في مصر يعني هيبقى كده. احنا في حوالي 300 اكتر من 300000 صنايعي في مصر ما عندهمش دخل ثابت، احنا ممكن نوفر لهم دخل ثابت من خلال الشغل معانا. في 20 مليون بيت في مصر، احنا مركزين على 2 مليون بيت منهم. ال 2 مليون بيت دول عندهم المشاكل دي صبح وليل، في الكهرباء، في السباكه، في النقاشه، في الثلاجات، في كل حاجه. احنا هنساعدهم في حل المشاكل دي. الشنط هو براند حلو وبيخدم فئه معينه من المجتمع بستايل معين. في منافسين، في ناس تانية بتقدم حاجات مشابهه زي دي. يمكن برضو لو حتى لو بقى في انتاج عدد كبير قوي من الشنط، برضو اللي هيتعين هيبقى مثلا حوالي 1000 2000 3000 موظف. مش عايز تختزلوا نباتة في فكره الشنط، احنا بس دي الخطوه الاولى في نباتة. نباتة ليه؟ عشان عندنا تاثير مجتمعي واضح، قدرنا نوفر حوالي 40 فرصه عمل. احنا بنستهدف ان شاء الله نوصل ل 100 خلال اخر السنه دي. رقم 2، فكره نباتة بتحاول تعمل عداله اجتماعيه. المنتجات بتروح ل A بلس، والفلوس جزء كبير جدا منها بيروح لفئه اكثر تهميشا في الصعيد. رقم 3، حجم الفرص والامكانيات المتاحه للقاهره مختلفه تماما عن صعيد مصر. رقم 4، يمكن نباتة بتساعد على بناء هويه وتراث وثقافه قد تكون يعني خلاص هتندثر، احنا بنحاول نحييها مره اخرى. يمكن في الخدمة أنا شايف عنده منافسين أقوياء جدا، محتاج استثمار كبير، محتاج يحافظ دايما إن هو يبقى قوي. إحنا شفنا منهم ثلاثة موجودين اللي قدروا يوصلوا للسي بي سي، أكيد في منافسين آخرين، فهو هيعيش في عمره تقريبا تحت ضغط قوي جدا. مفيش تأثير مجتمعي واضح، الصنايعية هم أوريدي بالنسبة لهم كانوا شغالين، بس هو هيكل بس النظام أو عمل رؤية مختلفة للنظام. الحاجة الثالثة برضو يمكن هيمر بنفسه تانية، هيعمل زي اوبر وكريم، الصناعية هيدخلوا اللي بيستخدموا الويب سايت بتاع الخدمة زي اكس وواي وزد وما إلى ذلك. ربما يكون ريشريم يعني مشروع ريادي كويس جدا وكل حاجة، بس في النهاية هيدخلوا في إجراءات قوية جدا وتصاريح رسمية عشان يكبروا أكتر، ده يحتاج منهم عدد سنين. أنا شايف دي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية، هل المادة اللي بيستخدموها في المعالجة
هل هي فيها جزء كيماويات او ما الى ذلك، انا مش عارف. الحاجه الثالثه، المشروع وجهه نظري ما فيهوش قوه في الابتكار، اي منافس معاه فلوس. شكرا. بعد الفاصل هناخد قرارنا او قرار الحكام، والنهارده عندنا 5 حكام في الفاينل الثاني. دلوقتي جاء وقت الحسم، وقت إعلان النتيجة. كل حكم هيختار مشروع واحد بس يديله صوته، والمشروع اللي هياخد أكبر عدد أصوات هيفوز بشيك إيجي بانك، وهيتأهل اللي هو 100,000 جنيه، وهيتأهل كمان للجراند فاينل اللي هيكون بعد الشهر القادم. وقبل ما لجنة التحكيم تبدأ التصويت، لازم بكل شفافية نعلن أن في عندنا تعارض مصالح هنا في هذه الحلقة، وهي أن الدكتور خالد إسماعيل مستثمر في مشروع في الخدمة، وبالتالي صوت دكتور خالد هيكون آخر صوت. ولو كان هو الصوت اللي هيحسم بين فوز بالخدمة أو أي مشروع تاني، دكتور خالد هنا مش هيصوت. نبتدي بالمهندس وائل فخراني، هتدي صوتك ليه؟ يعني في أول الحلقة كنت مصر على واحد، دلوقتي مازال نفس الشخص، بس الحد التاني برضو عمل شغل كويس. هتعمل ايه؟ فهتاخد الأولاني ولا التاني؟ مش عارف، أنا هاخد الأولاني، هاخد الأولاني. عمر في الخدمة، عمر في الخدمة هو اختيار وائل نيفين. أنا برضو هدي صوتي لعمر. صوتين لعمر في الخدمة من نيفين ووائل فخراني. مهندس محمد الرشيدي، أنا كان عندي نفس مشكلة وائل. بس أنا ملت للطرف التاني فعلا، وغالبا هيبقى هو الطرف، هيبقى هو الطرف التاني. نباتا، هدي صوتي نباتا. وده فعلا يا وائل بالظبط، هو ده كان تفكيرك. إذن صوتين في الخدمة، صوت لنباتا من المهندس محمد الرشيدي، أيمن إسماعيل. صوتي هيروح لنباتا لأكثر من سبب، إنه المكان اللي أنت فيه في الصعيد، في إنك أنت بتحافظ على تراث، ده فعلا ممكن يكون له ميزة نسبية، خاصة إنه العالم كله دلوقتي متجه إلى منتجات طبيعية قريبة من البيئة، فانت المنتج بتاعك لو احسنت ادارته انا متخيل ان هو وصوله للعالمية. يبقى احنا كده عندنا ازمة، لانه طبعا دكتور خالد احنا هنبطل صوتك دلوقتي. ما عرفتوش صوتي ايه؟ ما عرفتوش صوتي ايه الاول؟ لا، ما احنا اي مكان، لانه دلوقتي انت عندك 2-2 يعني، فانت صوتك لو كان، طب نسمع صوتك. بصراحة شايف ان ريش ريمب كقيمة مضافة هو اعلى واحد، ده بياخد حاجة بتساوي قروش ممكن يقلبها الكيلو منها ب 30,000 جنيه. انت مدي صوتك لريش ريم؟ والله احب اديهوله. ريش ريم مع يعني احترامنا، واحنا سعداء جدا بيك. ريش ريم بيخرج من المسابقه، وهنعيد التصويت مره اخرى. انت خدت الصوت الصعب يعني. انت خدت اصعب واحد، هو خالد اصعب واحد دايما فيه. انا بشكرك بشكرك، وهضطر ان انا اسالك اطلب منك وهنشوفك تاني. شكرا شكرا شكرا. هنعيد تاني التصويت مرة أخرى، وهنشوف لو الناس هتغير رأيها ولا لا بعد خروج ريش ريم. هنشوف مين يعني، إذا كان المحكمين هيغيروا أو الحكام هيغيروا رأيهم، وإذا ما كانش فيه حسم هكون أنا الصوت الحاسم. نرجع تاني. وائل في الخدمة لسه. في الخدمة. نيفين في الخدمة. رشيدي نبات. أيمن نبات. هضطر اكون انا الصوت الحاسم بقى بعيدا عن دكتور خالد. على فكره الموضوع مش سهل جدا، صعب. عايزه اقول لكم عرفتي بقى ان احنا كل مره بنتعب ازاي. على فكره انا شغلتي يعني اسهل. شغلتي اسهل كتير. صعبه صعبه جدا. الموضوع مش سهل، والواحد بيحس انه انفير للناس يعني اللي بذلوا مجهود. انا هدي صوتي لنباتا. شكرا. مبروك.
وانا طبعا بدي صوتي لنباتة علشان من وجهة نظري كل الاعمال التراثية مش ان انت مش عظيم، انت هايل مقدم سيرف سايلة، لكن الاعمال التراثية برأيي محتاجة دفعة، محتاجة تشجيع، محتاجة انها يعني بيكون لها انفستمنت. طيب انا اخد ندي الناس الشهادات التقدير. مبروك 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 مشروع. طيب اولا ده نباتة في الخدمة، ممكن ريش رم يكون معانا؟ اتفضل. واحد دي لك دلوقتي الشيك، ما تخافش فيه فلوس والله. ده الفاينل الثاني، اذا الفائز هو نباتة، مبروك. والشيك من ايجي بانك، يعني هو ده مش الشيك الحقيقي يعني انت عارف، بس ان شاء الله ان شاء الله هتاخد الفلوس. وايجي بانك عمره ما بيغير كلمته. اذا 100,000 جنيه من ايجي بانك لنباتة. نباتة هو تاني مشروع هينضم لنا للجراند فاينل. وبشكركم شكرا جزيلا، بحيي الشباب وبحييكم اعزائي المشاهدين، ونتقابل الاسبوع المقبل باذن الله في هنا الشباب وشهر جديد ومتسابقين جدد. وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح على خير.